صباح الخير مشاهدينا، نهار جديد وصبحية جديدة نحن وياكم عم نتشارك فيها عبر شاشة تلفزيون لبنان. أحلى صباح بحلقة مباشرة على الهواء نحن وياكم. نحن وياكم بلبنان بصيفيته الحلوة مع كل نشاطاته، مع كل قضية يلي دائما عم تحتفل، وخاصة بهالأسبوع يلي كل الأمكنة تحتفل بعيد السيدة العذراء يلي بتبسط إيديها لحتى تمدهم لكل الناس، كل العالم، كل الأشخاص يلي بيلتجوا لإلى صلاتنا بنرفعها بهالنهار لحتى تستجاب، لحتى نسلم لها ونقلها بين إيديك وأنت تكفلي فينا. هي اللي ما بتعرف إلا ما تكون إلى جانب كل شخص بحاجة لصلاة، بحاجة للإيمان يلي بيطلع فيه لها دائما. عسى أنه هالعيد يكون خير على كافة اللبنانيين وكل العالم. ننطلق بها الحلقة لحتى نحكي بتفاصيل، بفقرات، بضيوف مثل العادة دائما، وأكيد بإيجابية وبابتسامة مثل العادة. أنا وبيا بهالحلقة، صباح الخير. صباح الخير لك. شو الأخبار؟ الحمد لله ماشي الحال، ينعاد عليك على كل حال وعلى كل الأشخاص اللي بيحملوا اسم ماري أو سيدة اليوم بمناسبة عيد انتقال سيدة العذراء. ودائما نحن بنقول لتكن مشيئتك، ولكن اليوم نحن بنقول العذراء بدنا معونتك. صباح الخير لكم مشاهدينا بصبحية مميزة كتار ناطرين يمكن يعرفوا شو في تفاصيل فيها. البداية رح تكون مثل العادة مع أمين عبد العال من غرفة التحكم المروري تنتعرف على حركة السير على الطرقات بلبنان، من بعدها منتابع مع الحركة الرياضية مع ثائر هاسكور. ولليوم رح ينضم لنا باتصال جورج نمور من مصلحة الأرصاد الجوية تحت نتعرف على حال الطقس. وضيوفنا لليوم رح تكون هبة مركيز مديرة جمعية جيل التنمية المستدامة تحت نحكي عن نشاط بيحمل عنوان سوق على السوق. وأيضا ضيوفنا لليوم المحامي فادي بي من تجمع شباب دريا تحت نحكي عن مهرجان السندين الثالث بدريا شوف. وأيضا منتابع ورح ينضم لنا حمزة المصري مدرب المنتخب اللبناني لكرة القدم للبراعم. ضيوفنا لليوم أيضا رياض عيسى تحت نحكي عن مهرجان بلدة الهبارية بالجنوب. منتابع وايضا رح يكون معنا اليوم المايسترو غارو افيسيون تحت نتناول نحن وياه مهرجانات صور الدوليه تحديدا، وهو انه رح يكون قائد الاوركسترا. وايضا لليوم بتنضم لنا ليال دبوس الهيلثي لايف كوتش تحت نحضر نحن وياها سموثي. والختام رح يكون مع جوزيف فينيانوس رئيس لجنه جبران خليل جبران الوطنيه والشاعر محمد البندر تحت نحكي عن تنظيم مهرجان الرسام والاديب والشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران على مدى 3 أيام من 9 لغاية 11 آب بمدينة طرطوس. كل هذه التفاصيل رح نتعرف على مواضيعها أكثر بصبحيتنا اليوم. إنما البداية رح تكون مع غرفة التحكم المروري وأمين عبد العال. صباح الخير. كيفك؟ طمنا اليوم حركة السير على الطرقات بلبنان، في عجقة بمحلات معينة أكثر من الثانية ولا لا السير ماشي؟ اجمال الحركه منيحه اليوم، هلا في حركه كثيفه عم تكون من الضي، عم تبلش من نهر كان تكون حركه طبيعيه، الناشطه هلا تبلش كثيفه ترجع من اخر الضي. بحريه عم نشوف الحركه احسن من العادي اليوم. انطلياس حركه كثيفه كالمعتاد باتجاه بيروت، انطلياس الساحه ايضا حركه كثيفه باتجاه الاوتوستراد. أكيد لجل الديب للأشغال، من بعد الأشغال ترجع الحركة بتصير ناشطة وصولا لشارع الحلوم، مرورا بكارنتينا ونهر الموت عم ترجع تبلش كمان من شارع الحلوم حركة كثيفة باتجاه الصيفي، وكفة ناشطة للوسط التجاري وصولا للأسواق. بالفاس من الفيلة نشوف حركة سير طبيعية على الإشارات باتجاه الصالومة، عم تكون حركة كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك بسبب الأشغال اللي عم تصير بعد بصير الحايك باتجاه الحبتور. ترجع بكف الحركة ناشطة على جسر الوطن. المدخل الجنوبي عنا على حركة ناشطة على المدينة الرياضية باتجاه الكولا، بكفة أيضا ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وعلى جسر الكولا كمان حركة ناشطة باتجاه حساب سليم وصولا للأنفاق حتى الوسط التجاري. منطقة عمار رياس باتجاه كورنيش المزرعة عم شوف حركة سير ناشطة، وأيضا حركة ناشطة من كورنيش المزرعة باتجاه جامع عبد الناصر، كمان بتكفي ناشطة باتجاه البربير.
مدخل الشرقي عم نشوف حركة ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي، الكفة أيضا ناشطة باتجاه الصيد للكارانتينا مرورا باستراد الرئيس لحود. بس البيجو باتجاه الأشرفية حركة سير ناشطة، بس العدلية باتجاه الأشرفية حركة سير طبيعية، من العدلية باتجاه المتحف كمان حركة سير طبيعية، بصير حركة ناشطة من المتحف باتجاه البربير، حركة كثيفة من قصقص جبهة عمر بيهم باتجاه شارع الخوري. أشرفية تقطع التباريز باتجاه برج الغزال جسر جنين كان بكون حركة سير ناشطة، وصولا لبرج المور كمان ناشطة تعتبر على الإشارات باتجاه شارع الحمراء الرئيسي. كورنيش البحر يعني مريسي حركة ناشطة بالاتجاهين وأيضا ناشطة باتجاه الحمراء. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن كل أمن الداخلي ب 24 ساعة الماضية 825 محضر. بالنسبة لإحصاءات الحوادث سجل عنا 10 حوادث نتج عنهم 3 قتلى للأسف و16 جريح. كفانا بقى نرجع نذكر التواصل معنا بغرفة التحكم المرور اتصال على 720 وتابعتنا على السوشيال ميديا تويتر تي ام سي لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري واكيد الابلكيشن تي ام او لبنان. شكرا لك امين عبد العال من غرفه التحكم المروري، وان شاء الله ما بنقعد نسمع ابدا بضحايا على الطرقات بلبنان، وتذكروا دائما سوقوا على مهلكم في حدا ثاني ناطركم. مشاهدينا رح نروح نحن وياكم تنتابع التمارين الرياضيه الصباحيه مع ثائر هسكور. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وشكرا لك ثائر هسكور على التمارين اللي دائما بتفيدنا فيها. هلا رح نروح نتعرف اكثر على حال الطقس مع جورج نمور من مصلحه الارصاد الجويه باتصال مباشر. الو 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 صباح الخير. صباح النور، كيف الصحه؟ كيفك؟ الحمد لله، انت؟ نشكر الله الحمد لله ان شاء الله يا رب. طمني الطقس كيف رح يكفي تكون الصحه منيحه ولا لا؟ في شوب كثير يعني الطقس مستقر تقريبا. هلا من بورد وقت اللي بيكون في هواء الرياح تنشط احيانا خلال هالثلاث ايام، يعني اليوم الثلاثاء والاربعاء والخميس احيانا بنقول يعني بس يطلع يشتد الهواء بيرتاح، بنرتاح شوي من الرطوبه لانه الرطوبه على طول مسيطره باجوائنا، رطوبه عاليه بتعمل ضباب على المرتفعات وغيوم احيانا. اليوم بيكون قليل الغيوم، بكره قليل الغيوم الى غائم جزئيا. اليوم ما في تعديل بدرجات الحراره، الرياح تنشط احيانا خاصه بالمناطق الشماليه. بكره في عنا ارتفاع محدود بدرجات الحراره بالداخل وعلى الجبال، بينما على الساحل ما في تعديل يذكر بدرجات الحراره. هلا درجات الحراره المتوقعه لليوم الثلاثاء على الساحل بين 24 الى 33 درجه، بالجبال بين 18 الى 28 درجه، بالأرز بين 13 إلى 24 درجة، بالداخل بين 18 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل تسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج أحيانا. حرارة سطح الماء 30 درجة. ضغط الجوي 1008 هكتوباسكال، أي ما يعادل 756 مليمتر زئبق. ساعة شروق الشمس 5:57 دقيقة، ساعة غروب الشمس 7:27 دقيقة. هذا كل شيء. شكرا لك جورج نمور، يعطيك العافية. يا هلا. وتحياتنا لكل العاملين بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. يا هلا. مشاهدينا رح نروح نحن وياكم هلا نحكي عن نشاط من نوع اخر، وخاصه بالصيفيه لما تكون درجات الحراره عاليه كثير ما في احلى من انه نطلع صوب الجبل. وهالمره اذا بنطلع صوب دريا، خاصه لما يكون في مهرجان عم بتحضر ومهرجان ناطرنا ب 17 اب، رح نحكي بتفاصيله اكثر مع المحامي فادي بي من تجمع شباب دريا. صباح الخير ويا صباح النور لك ولمشاهدين التلفزيون. يا اهلا وسهلا. بالبدايه خبرنا اكثر عن تجمع شباب دريا، هالتجمع امتين انشئ وشو اهدافه؟ يعني من حوالي 5 سنوات اجتمعوا بعض مجموعة من الشباب بشكل إطار تنظيمي يعني منه رسمي، يعني هيك مبادرة فردية كانت منهم، وانطلقوا
لإقامة بعض النشاطات الاجتماعية والثقافية والاجتماعية للنهوض بالضيعة يعني، وأكثر صوب حتى ما يضيعوا الشباب وقتهم بأمور غير صحيحة أو أمور خارج القانون ونجحوا. هيدا تاني تالت سنة بنعمل مهرجان اسمه مهرجان السندين. لما يكون في محامي بده يحكي قانون ما في مجال. لا مش مرة. راحوا خارج القانون. رح نجرب قد ما فينا ما نحكي قانون. نعم. فهيدي تالت سنة بيعملوا مهرجان السندياني. مهرجان منوع بإمكانيات بسيطة. وعنا يعني مساقبة انه شباب الضيعة عندن هيك شوية بضل عندن مندفعين. عندن شوية فوضى بس يعني صوب المنيح يعني اندفاع بكل شيء يعني من مال خاص وحتى من وقت ومجهود. والحمد لله يعني نجحوا خلال السنتين الماضيين، وهلأ هالسنة إن شاء الله يعني مطورينا، وهالسنة حتكون بالتعاون مع البلدية. نعم. لأول مرة. لأول مرة رح يكون التعاون مع البلدية؟ ايه بالسابق ما كان في مع مين كنتوا تتعاونوا بالسابق؟ يعني كان بمبادرات فردية من الشباب. نعم. مبادرات فردية. دريا بعض للأشخاص اللي ما بيعرفوا وين موجودة بإقليم الخروب تحديداً. نعم. ياريت هيك فينا نشرح لك عنها شوي سريعة. يعني دريا بإقليم الخروب فينا نقول ب يعني بالوسط تبع إقليم الخروب، كمان على طرف الشوف الأعلى يعني. نحن تقريباً بهالمنطقة عدد سكانها حوالي 4500 نسمة، عالي عن سطح البحر مستويين يعني بتبلش من 700 ل 800 متر عالي عن سطح البحر. تشتهر أكثر شيء بزراعة وتجارة الزيتون، وعندنا كثير شجر سنديان وأشجار برية مثل ما وارد مهرجان السنديان. دريا يعرف عن أهلها بالنشاط، ناشطين يعني بيشتغلوا بالتجارة وناشطين وبيحبوا المبادرة الفردية، وعندنا غير يعني غيورين على بعضهم. وعندنا كمان هلا يعني من يعني صارت كثير الضيعه كبيره، من عندنا حوالي 2000 نازح سوري يعني تقريبا قد نص عدد سكانها. عندنا بلديتنا من سنه 98 تعاقب كثير يعني، صاروا بعتقد 4 مجالس بلديه متعاقبين على بلده دريا، انشئ فيها من حوالي 10 سنين استحدث طريق بمنطقه اسمها منطقه الحرش. يعني هيدي اللي هنشرح عنها لنوصل للمهرجان السنديان الثالث. صحيح. هالطريق بمنطقة حرشية، منطقة جميلة جدا بعدها بكر، ما في عمار بعد فيها، في يعني منشأة للبلدية، مركز ثقافي اجتماعي بعده بطور التشغيل، وهلأ مركز البلدية، في ملاعب، في ساحات كتير كبيرة للعب الأطفال وسكيور يعني مسكرة وآمنة فيه الأولاد يلعبوا فيها، وفي كمان ملاهي للأطفال، في حديقتين عامين. بيجي مين مكان يعني، مش القصة مش مقتصرة على أولاد دريا يعني، بيجوا تقريبا من كل المنطقة حتى كمان من أبعد عم يجوا لعنا. الحمد لله الوضع كتير منيح. في كمان قهاوي بدك تقولي أكثر عائلية يعني. نعم. قهوة عائلية. كل شيء مأمن اللي بده يطلع يمضي نهار فوق ويحضر المهرجان. اللي بدك. خلينا نفوت بتفاصيل المهرجان السندياني. نعم. الثالث، ليه سميتوه بالبداية مهرجان السندياني؟ بعرف كثير منيح إنه بتشتهروا بالسندين بشجر السندين بالمنطقة. يعني ولكن ليه السندياني والثالث؟ يعني السندياني شجرة مثل ما كنا بنعرف إنه شجرة معمرة وشجرة صلبة بالأرض يعني ما بتنكسر. نحن اعتبرنا أنه هذا رمز لإلنا. نحن عنا يا زيتون يا سنديان واحدة منهن. فبعتقد في شي ضيعة بدريا بلبنان عندن مهرجان الزيتون أو عندن شعار، فنحن حبينا تكون تميزوا حالكم بالسندياني. صحيح. وهيدا للسنة التالتة على الطاولة. السنة التالتة. نعم. يعني هلأ السنة إن شاء الله كل سنة عم يتحسن المهرجان يعني عم بصير أحسن، عم بصير التنظيم أحسن والمشاركة من الناس أكثر، وحتى الفعاليات اللي فيها عم تكون أكثر مدروسة. خلينا نحكي عن برنامج المهرجان للسنة. نعم. شو راح يميزه عن السنوات الماضية؟ هالسنة مثل ما حكينا أنه أول شيء بالتعاون مع بلدية دريا، يعني هيدا أكثر بيعطي صفة يعني بيعطي غطاء معنوي، صفة رسمية أكثر. صحيح، بيعطي غطاء معنوي. واثنين، المحل ما عم خبرك الحرش يعني بالمنطقة اللي رح نعمل فيها المهرجان هي منطقة مفتوحة وحلوة يعني طبيعتها حلوة، وفي تنظيم ومأمن يعني كل سوا حدودها معروفة، وأكيد الشرطة البلدية حتكون موجودة، بالإضافة إلى
الشباب، يعني شباب التجمع، وبعض كمان الشباب المتطوعين، وحتى في مفروض يكون في لجنة كمان من البلدية. إذا بدك التفاصيل للمهرجان، صحيح، هو رح يبتدي ب 17 آب نهار الجمعة، ببلش ب 17 حوالي 3 أيام، يعني حيكون بفترة بعد الظهر. أول يوم يعني ب 17 رح يكون في عنا، يبلش المهرجان الساعة 5 بعد الظهر، يعني بينطلقوا من قدام مركز البلدية القديم، يعني قبل ما تنقل على الحرج مفرق نهر الحمام. رح يكون في مسيرة لكشاف التربية الوطنية، برافق كشاف التربية الوطنية كمان بيجي معن فرقة خيالي من شباب الضيعة من عنا، يعني في ناس عندنا هالاهتمام. كمان مسيرة للدرجات الهوائية والدرجات النارية والأتيفي، كمان كله ماشي مع بعضه، كله ماشي بيجوا بالتتابع مع بعض. وفي أطفال كمان من دريا من حملة الأعلام حتى يوصلوا لوين؟ حتى يوصلوا على منطقة الحرش اللي عم نحكي نحن حوالي يمكن ما بعرف قدر، بس بتصور شي 3 كيلومتر. بتكون بعد الظهر يعني الحرارة خفت و بورد الطقس شوي، صحيح بيكون بورد الطقس، وهو اصلا الطقس فوق عندنا منيح، صحيح. يعني اكيد احسن من الساحل. فبدهم هالمسيره، بيكون في ناس يعني اكيد على الطريق لاستقبالهم وهيك بيوصلوا على منطقه الحرش، بيكون في استقبالهم كمان ناس بالاضافه لكل اللي جايين من برات دريا، يعني مفروض هيك اللي حابين يشاركوا. فلمن يوصلوا لهونيك في عندنا العشاء القروي. العشاء القروي اللي هو حقيقة من يعني معمول من النسوان، يعني النسوان الضيعة عنا هن اللي عاملين التحضير، يعني أهل الضيعة. صحيح صحيح، يعني مش جايبين من مطعم أو شيء، كل وحدة محضرة ببيتها اللي قادرة تحضر، وجايبين إنه مقدمين يعني حتى واحد يأكل شيء أكل بيتي. وبتعرف أنت خبز مرقوق وهل وصاج وصاج، ايه أكيد عنا شاطرين فيها هيدي. فبعدها يعني من بعد ما يخلص العشاء القروي بيكون تقريبا صارت الساعة 7، يعني بين 5 و7. شو ناطرنا بهالوقت؟ بهالوقت في رح نعمل عروض مسرحية للأطفال، يعني مع ألعاب خفة مع هيك حزازير ومشاركة الأولاد شوي، حتى هيك يصير في تفاعل بين الأولاد وبين الموجودين على المسرح. نعم. يعني حتى هيك يحسوا الاولاد انه شوي عندن هال العاب الخفه. رح تكون موجوده من قبل كمان اشخاص متطوعين من قبل تجمع اشخاص دارية. متطوعين، وصار في تنسيق معن من خارج الضيعه. نعم. وهن خبرين، يعني عندن خبره بهالامور، وكمان زياده عليها رح يصير في شويه هيك مباريات كباش وشد حبل و نعم. ومين بياكل اكثر ومين بيشرب اكثر، يعني هيك امور ترفيهيه. يعني لا نوصل تقريبا حوالي الساعة للساعة 8 في فرقة دبكة للرأس الشعبي وهيك اسمها فرح جروب، رح تعمل عندها هيك بعض وصلات. نعم. حتى تعمل دبكة رقصات شعبية، يعني حتكون فترة قصيرة من فترة طويلة. من بعد ما يخلصوا في عنا توزيع دروع، معمول دروع للمشاركين، يعني هودي اللي عم نحكي عنهم اللي ساهموا بألعاب الخفة وفرقة فرح جروب، وحتى كمان كشاف التربية الوطنية اللي جايين يشاركوا، يعني اللي نحن دروع تكريمية. دروع تكريمية لأنه بيرجع بعدها في عنا الحدث الرئيسي هو مسرحية اسمها المعاز للفنان منير كسرواني الفنان الملتزم. هي بتكون حوالي 8 وربع تقريبا لنهاية السهر. لا تخلص المسرحية. لا تخلص المسرحية. نعم. بيرجع بتبقى الناس، يعني كون القعدة مفتوحة في عنا قهوة بيرجع بيقعد. هيدا ب 17 قبل نهار الجمعة، كنت عم تقلي في تتمة لهيدا النهار. في تتمة لإله. ليومين إضافيين. في تتمة لإله نفس الشيء، بيرجع تاني يوم كمان نشاطات، يعني مباريات على الخفيف. وإضافة إلى مباريات بالرياضة، يعني عندك كرة قدم وعندك كمان كرة طائرة
فرق يعني بينجاب فرق بس ما رح تكون بشكل كبير يعني فرق رح تتبارى مع أهل الضيعة من خارج المنطقة ولا لا؟ لا يعني فرق من قلب الضيعة ومن الضيعة المجاورة. نعم. هلا ما رح يكون في تركيز على ثاني يوم مثل أول يوم يعني نحن حتى ما نكون عم نبالغ، أول يوم النشاط هو التركيز عليه. نعم. رح نشوف بعض الصور من فعاليات المهرجان السابق. نعم. ومن الأجواء اللي كنا عم نشوفها بالسنوات الماضية هيك بركي من علي علينا نحن وياك تفضل. صحيح، هيدي في عنا المهرجان السنة الماضية لعيد الأم. نعم. كان في كلمة لأحد الأشخاص من البلدية اللي هلأ رئيس البلدية، في كان في عنا كمان مسيرة لراكبي الدراجات الهوائية المحترفين. هون عنا نشاط ترفيهي للولاد وكمان عشاء قروي، هون مسيرة كشاف التربية الوطنية كمان عوض الترفيه. يعني اللي حكينا عنهم رح يكون في مسيرة للدراجات الهوائية. صحيح. للكشاف التربوي. صحيح. بالإضافة للخيالة اللي رح يكونوا. صحيح. كمان بهالمسيرة ماشيين معكم. وبالختام رح يكون في دورة تكريمية رح توزع على هالأشخاص تقديرا لجهودهم ومشاركتهم معكم بمهرجان السنديانة للسنة الثالثة على التوالي. مثل ما ذكرت هذا المهرجان هو بتمويل البلدية السنة؟ لا، منه بتمويل من البلدية، برعاية البلدية. برعاية البلدية، البلدية مساهمة بجزء. نعم. لكن كمان فينا نقول انه تجمع الشباب هو الكلفة ما كانت عالية. يعني في حدا من الشباب هو اللي بيهتم بالموضوع المادي، جاب شوية اذا بدك مساهمات بسيطة وكانت الكلفة تبعه مقبولة، يعني دفعينا عدد معين من الاشخاص اللي حبوا يساهموا. البلدية ساهمت ب مبالغ عينية، إذا بدك مبالغ نقدية ممكن ما عندي علم قديش، بس لكن ساهمت. نعم. بالمكان إقامته بالتنظيم. التمويل الأكبر من قبل مين كان؟ التمويل الأكبر من قبل أفراد. من قبل أفراد. نعم. عظيم، يعني الفرد صار عم بيعطي أكثر ما عم تعطي المؤسسة العامة. طبعا، لأنه هن هلا عم يعتبروا الشباب، عم حتى اللي عم بيساهموا هن مش من تجمع الشباب، حتى من برا عم يعتبروا أنه دعم لهالشباب، يعني يدعموا هيدا النشاط. يعني شغلة بيعطي وجه لهالبلدة، وجه حضاري يعني. نعم. كل توفيق لكم بمهرجان السنديانة الثالث بدرية، تحديدا منطقة الشوف إقليم الخروب، وتحية أيضا لتجمع شباب درية يلي بفضلهم قدرتوا تقوموا بهذا المهرجان. أهلا وسهلا فيك المحامي فادي بي من تجمع شباب درية. نحن بنشكرك جدا وبنتمنى التوفيق لتلفزيون لبنان، وبنتمنى كمان يكون لحتى ينقل فعاليات هالمهرجان. شكرا. يا أهلا وسهلا، شرفتنا. مشاهدينا فاصل إعلان صغير، من بعدها بنرجع لمتابعة برامجنا وفقراتنا المتبقية. أحلى صباح. مشاهدينا متابعين نحن وياكم صبحيتنا، برحب بكل الأشخاص اللي هلا انضموا لنا متابعين لحتى نضوي على كافة النشاطات كمان اللي عم تصير بفترة الصيفية. نشاط من نوع آخر، سوق عسو مع جمعية جيل التنمية المستدامة، أكيد رح نحكي بتفاصيل هالموضوع، نتعرف على هالجمعية يلي عمرها صحيح صغير ولكن هالقد رؤيتها بعيدة ورؤيتها عم بتكون عم تترجم بنشاطات لحتى تكون دائما عم تجمع الأشخاص يلي أوقات بكونوا مهملين، أوقات متروكين بالمجتمع، يكون عندها كمان رعاية على طريقتها لألون. بصرنا استضيف معي بالاستوديو مديرة جمعية جيل التنمية المستدامة هبة مركيز. هبة صباح الخير. صباح النور لك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هبة، بالبداية هالجمعية يلي هي جمعية فتية. صح. جديدة، عارفين عنها أكثر، خبرينا هيك لحتى نتشارك مع المشاهدين مين هي جمعية جيل التنمية المستدامة. تمام، أول شيء شكرا على الاستضافة وشكرا لاهتمامكم. جيل التنمية المستدامة هي جمعية شبابية بتتميز بالعمل الإنساني الشبابي، طبعا هي ترخصت بال2007 ولكن تم تفعيل العمل فيها هيدي السنة، يعني صرنا أشهر مبلشين. فجيل بتتوجه للشباب بالأعمال التطوعية وبتشتغل بمشاريعها بشقين،
شق معنى بالشباب هن يكونوا الفئة المستفيدة، مثل أنه نحن نعملهم مشاريع خاصة فيهم، وشق هو بتنفيذ الشباب لمشاريع بتخدم بشرائح المجتمع، كان من الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. يعني الأساس بأنشطتنا هو الشباب، أو هن المستفيدين أو هن المنفذين للأنشطة. لا. طبعاً بلشنا بأنشطة خفيفة من كم شهر، وهلأ عم نحضر لنشاط كبير قريب كتير اللي هو سوق على السوق. اللي هو سوق على السوق رح يصير بكرة، هلأ بنحكي بتفاصيله. إذا بدي أتوقف شوي أكتر عند هالجمعية، الأشخاص المستفيدين من هالإمكانيات اللي أنتوا عم بتوفرون، من هالرعاية اللي أنتوا كمان عم بتحيطون فيها، هل بيكون في أشخاص معينين، ملفات معينة؟ كيف تدرسوا إمكانية يعني انخراط الأشخاص اللي بدهم يكونوا مستفيدين من جمعيتكم؟ نعم، طبعا المستفيد ممكن يكون يستفيد بشكل مادي، ممكن يستفيد بشكل ثقافي توعوي، ممكن يستفيد بشكل صحي، ففي أوجه كثيرة للاستفادة. منحدد حسب الحاجة، يعني في عنا النقاط أساسية منركز عليها اللي هي بالمناطق الأكثر حاجة بلبنان، مناطق المهمشة، الضيع البعيدة، وطبعا نلحظ موضوع اللاجئين إن كان اللاجئين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين. فالأساس هو الأشخاص هن الأكثر حاجة بالمجتمع. إذا بتحب نحكي شوي عن الأنشطة اللي عملناها للشباب يعني أو الفئات المستفيدة، هذا اللي بدي انطلق منه، كان الأنشطة اللي بدأتوا فيها طالما الجمعية مبلشة جديد وعشوائي، وبعد شوي رح نشوف كمان نشارك مع المشاهدين بصور بمقتطفات لنوضح الصورة أكثر. شو نوعية النشاطات اللي بدأتوا العمل عليها سابقا؟ نعم، نفذنا بآخر رمضان أطلقنا مشروع اسمه 180 درجة، هو موجه للشباب يلي هن هلا عم نشوف سوق على السوق بعد شوي نحكي عنه بعد شوي طبعا نوع. مش هلا، ولكن الصور هن من النشاطات السابقه. نعم، في مشكله. النشاط اللي بلشتوا فيه بعد شهر رمضان الكريم، نعم، هو 180 درجه موجه للشباب يلي تعرضوا لصدمه كبيره بحياتهم، قلبت حياتهم 180 درجه، مثل الشباب يلي توفى والدهم او الصبي يلي توفى والدها او والدتها، واضطرت هي تتحمل مسؤوليه البيت العائله والاطفال بعمر كتير صغير. نعم، فهون نحن عملنا مشروع اسمه 180 درجة نتيجة التغيير، لنحاول نجمع هدول الشباب. بلشنا بصيدا بخمسين شاب وحنكفي بباقي المناطق، لنشوف هالشباب الصدمة اللي تعرضوا لها، كيف طلعوا منها، كيف عم يعملوا مشاريع ليعيلوا أسرتهم. ممكن في منهم تركوا الجامعة أو تركوا المدرسة وصاروا يشتغلوا، وفي منهم الناس عم بحاولوا يوفقوا بين الاثنين، يعني بعضهم بيتعلموا وبنفس الوقت بيعيلوا الأسرة. عملنا هيك مثل حوار وقعدوا يتحدثوا مع بعض ويخبروا تجاربهم لبعض، فصار كل حدا يستفيد من الثاني، وجبنا أشخاص هن يديروا الحوار، هن من الشباب اللي تخطوا الأزمة صار لهم 4-5 سنين أو 10 سنين، بس تعرضوا لشيء مشابه من فترة زمنية، فصاروا يحكوا لهم ان احنا كيف طلعنا من هيدي الازمه وكيف تخطينا الصدمه نتيجه وفاه الوالد او الوالده او عجزهم او مرضهم بمطارح. قد كانت مهمه هالمشاركه من اشخاص مرقوا بهالحاله قبلهم، عايشوا هالمشاعر، قد ايه مهم هالموضوع؟ كثير استفادوا، وبالتالي الشباب اذا بدك تخاطبهم بدك تخاطبهم من قبل شباب بيتاثروا اكثر، ولما يشوفوا تجارب ناجحه قصدنا نحن انه نجيب يعني بنفس المشروع ناس تخطوا هيدي المرحله كرمال يستفيدوا من تجاربهم، وبنفس الوقت الشباب اللي هلا عم حنشتغل عليهم من خلال دورات او مشاريع معينه نحن نصير نحاول ننفذ لهم اياها لا هن يقدروا يعيلوا الاسره بشكل فعلي، بياخذوا افكار كثير من غيرهم، وبالتالي بيساعدهم هيدا الشيء ليتخطوا الازمه او الحاله الصعبه اللي هن مارقين فيها. فهيدا كان نشاط شبابي اسمه 180 درجه، وحنكفي فيه بباقي المناطق. وفي شغله كمان بهيدا النشاط لمسناها، انه الشاب عاده بمجتمعنا وخاصه بيكون باول عمره 17-18 سنه بيكون بعده عم ياخذ مصروفه من بيه وما مهيئ لاي مسؤوليه، اخذ الحياه كثير ببساطه، فتخيل انت يتعرض لصدمه كبيره ويصير هو المسؤول بالبيت الأول والأخير، بغير أنه بده يهتم بنفسه بصار بده يهتم بأخواته الصغار وهيك، فهذا موضوع كتير صعب ولازم عن جد نشتغل له كرمال نطلع الشباب من طبعاً. أي أزمة ممكن يتعرضوا لها. نعم، على كل حال مشاريعكم كلها هادفة، وخاصة كمان من خلال السوق الخيري اللي بكرة رح بيكون ب 15 آب. نعم. 2018 هو سوق مجاني للعائلات اللي عندها صعوبة بالغة، ومنشدد على بالغة، لتأمين احتياجات. صحيح. العيد، خبريني أكثر عن سوق على السوق. سوق على السوق هو فكرة شبابية بامتياز. هون الشباب هن المخططين والمنفذين، وهن
اللي عم يعملوا كل شيء للمشروع. نعم. فكرة سوق على السوق هو سوق خيري، ولكن يختلف عن الأسواق العادية بأنه هو في كل شيء، مش بس ألبسة، وكل شيء جديد. يعني في ألبسة، في أحذية، في ألعاب، في أكسسوارات، في مأكولات شعبية، في حتى جناح للترفيه الأطفال ومسابقات هادفة وكل هالأمور. حيكون في خيمة مقسمة، كل خيمة بتحتوي على منتج معين. بلشت فكرة سوق على السوق بحيث أنه نحن نخلي العائلات المحتاجة أنه هي تعيش لهفة العيد والتحضيرات للعيد مثلها مثل أي عائلة عم تحضر للعيد. فبالتالي هن بيروحوا على السوق وبيختاروا بأنفسهم. حلو. مش أنه نحن بنبعث لهم الغراض بدون اختيار. وشغلة تانية أنه هن يعني نحن منجيبهم بالبساط، من هون كانت سوق على السوق، مش أنه منحطهم بجمعية معينة ومنصير نوزع لهم، لا، أنه السوق مفتوح وبياخدوا كل شيء مجاني، بس طبعا بطريقة منظمة. أدي مهمة هالخطوة أنكم تحسسون بطريقة العيش الطبيعية، أنه تحسسون أنه بكرامة عم يقدروا ياخدوا هالغراض بوقت أنه أنتم عم بتأمنوا لهم ياهن وعم بتكون الفاتورة عليكم مثل ما بيقولوا. صح، 100%. هيدا شيء كتير مهم، وليكمل نقص معين بيكون عند الشخص، وهيدا من سلوغن جيل الأساسي اللي هو النصف الآخر، مثل ما بقول أستاذ جبران خليل جبران، أنه نصف شربة لا تروي ظمأك، ونصف وجبة لا تشبع جوعك، نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان، نصف فكرة لن تؤدي إلى أي نتيجة. فبالتالي أنت بمطرح معين أي نصف ما قدرت تكمله نتيجة صعوبات معيشية أو اقتصادية أو أي مشكلة تعرضت لها بحياتك، نحن كجيل حنحاول مع الشباب لإكمال هيدا النصف اللي هو أنت بتحتاجه من خلال حياتك اليومية. فنحن بنحاول قدر المستطاع أنه نعيشهم حياة كريمة، أو أنه نعيشهم فرحة العيد بطريقة لائقة، أنه هن يجوا يختاروا ونجيبهم نحن ببساط ونوديهم ببساط مع برامج ترفيهية للأطفال. دور الشباب هون كان بالإضافة لأنه هن طلعوا بالفكرة، أنه هن يروحوا يسوقوا للمشروع ويجيبوا المنتجات من الأسواق. طبعا هن فريق المتطوعين، نحن كنا طالبين 50 شاب صبية، وصل فريق المتطوعين مبارح لل 85، وبعدنا عم نستقبل ناس، يعني لدرجة أننا نخليهم لمشروع آخر. هن يروحوا على الأسواق ويحكوا مع التجار ليجيبوا هيدي المنتجات. فكان التفاعل كتير إيجابي، وكان الشباب جدا متحمس ومتفاعل كتير مع الحدث. والنشاط على كل حال هالقد بيحرز وبحمس أنه الناس تكون منخرطة فيها. النشاط اللي بيبدأ ابتداء من 11 صباحا. صحيح، بكره صباحا برعاية رئيس المجلس البلدي بصيدا. مشكورين طبعا. أكيد مشكورين على كل تعاونهم، وكمان كل الشباب والصبايا اللي حاطين إيديهم بإيد الجمعية، جمعية جيل التنمية المستدامة. خبريني عن التحديات لحتى نختم هبة، شو أكبر تحدي بيواجهكم؟ بعرف كمان مع الصعوبات ومع قدي أنتو كرمة كمان بعطائكم، أدي في تحديات بتواجهكم؟ طبيعي التحديات أنك تكون متميز، لأنه الجمعيات الخيرية كتيرة، أنك عن جد تستفيد وتفيد عنصر الشباب، لأنه هن الأساس بالعمل الإنساني والعمل التطوعي. ونحن قد ما فينا نحاول ننشر ثقافة العمل التطوعي، لأنه هي بالعالم العربي للأسف متدنية مقارنة بالعالم الغربي، بالرغم أنه نحن يعني معروفين عربيا بقد مدى حبنا للتعاون ولخدمة الآخرين، بس بحاجة أكثر لنثبت ونعمل مثل رواسي للعمل التطوعي. طبعا هيدا هدفنا بجيل، من مد إيدنا لكل الشباب بكل ألوانهم، ومنقول للكل أنه أنتوا قادرين تشتغلوا، قادرين تأمنوا، وقادرين تشاركوا بالتنمية المستدامة. نعم. لتفيدوا كتير فئات مجتمعية. الله خليكم بهالهمة، بعيدك من هلأ بعيد الأضحى، وإن شاء الله هالتحضير اللي عم تعملوه بكرة كمان بيكون في كتير أيادة بيضاء بتمتد لكم لحتى تستمروا دائما. وهالجمعية اللي بدأت بهالقد نشاطات حلوة ومميزة بتتابع على الأفضل دائما. مديرة جمعية جيل التنمية المستدامة هبة مركيز، شكرا لإلك. شكرا، وتحية لكل شباب وصبايا العاملين من فريق العمل معكم. أهلا وسهلا. تسلم. يا هلا. شكرا كثير لك. مشاهدينا نحن وياكم منتابع، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، تابعونا. مشاهدينا متابع نحن وياكم صبحيتنا، كمان بدعيكم تتابعونا عبر السوشيال ميديا من خلال تويتر، انستغرام، فيسبوك، واكيد من خلال teleliban.com.lb، واكيد الاكونت تبع كل حدا منا، حتى دائما نكون على تواصل نحن وياكم.
متابعين بصبحيتنا من النشاطات يلي هالقد بنفتخر فيها، كمان نشاطات رياضيه بلبنان بتحمل جيل الشباب الصغير الصغار كمان يلي عم بحققوا وعم يوصلوا كمان بجهدهم بتعبهم باحلامهم للعالميه. ب 26 تموز ببرشلونه المنتخب اللبناني لكره القدم البراعم كمان حققوا انجاز حلو، كان عندهم فرصه عالمية ينقلوا فيها خبرتهم اللبنانية، خبرتهم الصغيرة لحتى يكونوا عم يتطوروا يكونوا عم يحققوا حلم إن الله راد بيكبر وبيصير حقيقة. رح نحكي أكثر عن موضوع احتلال منتخب اللبناني لكرة القدم للبراعم دون 11 سنة المركز الثاني ببطولة العالم للأكاديميات يلي بتنظمها أكاديمية مارسات الإسبانية ببرشلونة. بسرني استضيف معي بالاستوديو مدرب المنتخب اللبناني لكرة القدم للبراعم حمزة المصري. حمزة صباح الخير. صباح الخير. شو أخبارك؟ صباح الخير لجميع المشاهدين. كيف كانت برشلونة؟ والله شيء رائع، يعني نحن عم نحكي رياضيا طبعا، رياضيا احتراف بكل معنى الكلمة يعني. صح. حلو، رح نحكي على كل حال بتفاصيل هالموضوع وألف مبروك المركز الثاني. بالبداية قبل ما نفوت بتفاصيل هيك إذا بحكي شوي أنا وياك نشارك المشاهدين بلمحة سريعة عن فريق البراعم دون 11 سنة لمنتخب لبنان لكرة القدم، عرفنا شوي عنه أكثر، خبرنا أكثر. نحن صراحة بلشنا تحضير لهذا المنتخب مؤخر شوي، يعني قبل بشهرين بلشنا التحضير لهذا المنتخب، وقت ما كتير طويل لحتى تشارك بهيك بطولة. بكل صراحة نحن عنا يعني بدي أخبر المشاهدين عنا مواهب بلبنان بشكل ما طبيعي. نحن المنتخب كان المفروض نحضره قبل بشهرين 11 لعيب يسافر على مرسات أكاديمي ليشارك. صار في عنا تحديات، صار في عنا مشاكل كتير كبيرة بسبب هالمواهب اللي اجت عملت تراي أوت عندك. سو بدل ما نروح بفريق رحنا بفريقين. حلو. فريق نحن نقيناه، بس في فريق في ناس عم تظلمهم، يعني لقينا حالنا في مكان ما عم نظلم هدول اللاعبين اللي ما حيروحوا. سو رحنا بفريقين لمنتخب لبنان للبراعم شاركوا واثنينتهم حققوا الانجاز مع بعض، فهيدي الشغلة كتير كتير كبيرة. شو حلو يعني قدي هالمشاركة قدي هيدي العزيمة يلي كان عندكم إياها. إذا بنحكي شوي عن تشكيل هالمنتخب، يعني الأطفال يلي شاركوا يلي كانوا عم يتم اختيارهم على أي أساس وكيف صارت التصفيات لحتى وصلتوا للعدد المطلوب ولتشكيل هالمنتخبين يلي عم تحكي عنهم؟ نعم، هو صار في اتفاقية بين الاتحاد اللبناني ومارسات أكاديمي انه يصير في اتفاقيه بيناتهم، اتفاقيه شراكه، وصار في امضاء على الاساس شاركنا بالبطوله. مشكور كابتن باسم محمد اللي هو صراحه هو اللي تبنى هذا الشيء وبلشنا ناسس هذا الفريق. الشكر الكثير الكبير العالم ما بتعرفه للاكاديميات اللي يعني انا ما حانسب هذا الانجاز لإلي نهائيا ولا للاتحاد اللبناني صراحه، نحن كنا بارت من هذا الانجاز، بس الانجاز الكبير حققوا الأكاديميات اللي هن عم يشتغلوا على هدول الأولاد. نعم. يعني بشهرين ما فيك تروح تحقق إنجاز. الشكر للأكاديميات اللي هن بعتوا الأولاد المميزين، طبعا مش كل الأكاديميات اللي وصل لهم خبر، وصار في عملية تراي أوت ثلاثة أيام متتالية ورا بعض، قدرنا ننقي اللاعبين المميزين اللي قدروا يشاركوا بالمنتخب. هلا اللي نعم صدر. اللي صار معنا إنه بدنا 11 لاعب، صار في عنا لاعبين مميزين أكتر وموهوبين اكثر، ونحن بهذا العمر حرام تظلم ولد طبعا. سو ارتقينا انه نعمل مجموعتين ونسافر فيهم. يعني الاكاديميات يلي عم تحكي عنهم الاكاديميات اللبنانيه يلي تعاونت وعملت بعثت الطلاب يلي عندها بالاكاديميه لتراي اوت يلي عم تحكي عنها، قد ايه كان في شموليه؟ قد ايه كمان قدرتوا تعلوا صوت توصلوا لاكبر عدد ممكن لحتى تختاروا النخبه يلي وصلتوا لها بختام يعني الموضوع؟ اوكي، احنا لنكون صريحين كثير، يعني مش كل الاكاديميات يعني مش منتخب لبنان كامل، في عندك لاعبين بعد ممكن احسن واحسن واحسن ما قدر يوصل لهم هيدا الشيء ويوصلوا على التراي اوت. بس انا ليش عم اقول لك الاكاديميات لهم فضل كبير؟ لانه الاكاديميات هي هلا عم تشتغل على الارض للفئات العمريه اكثر من النوادي اللي امكانيات الماديه اقل. نعم. الاهل مشكورين جدا 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 على اللي عم بقدموه لاولادهم، يعني انا صراحه صار لي 19 سنين بهذا الدومين وبعرف قديش الاهل عم بيسعوا كثير ليوصلوا ابنهم لمحل، وهذا ليش قلنا عنه انجاز؟
لانه الاهل اوكي ابني منيح ابني منيح، طب بس بعدين بده يشوف شيء كومبير للي عم بيعملوا بلبنان طبعا. فاللي تحقق برا هو نتيجه مجهودهم للاهل اللي عملوه لاولادهم ووصلوا لهذا الشيء. الاكاديميات ليش عم بتساعد هدول الاولاد؟ لانه عندها تخطيط. يعني انا بتذكر لما كنت العب فوتبول قبل فتحت اول اكاديميه بقياده استاذ رائد الصديق، نعم. كان العنوان تاعه هو تغيير وجهه لبنان للفوتبول. انا قعدت اضحك انه انتم مين اكاديميه، نحن نوادي وعالم. بخلال التخطيط اللي هو عمله قدر ياخذ بطوله لبنان وقدر يوصل لعيبه ومثله مثل غير اكاديميات هلا عم تشتغل، فهني لهم اساس كثير كبير هلا بالشغل طبيعي. حمزه رح نشارك المشاهدين هيك بمقتطفات هلا بنعلق عليها كمان اكثر لنخبرهم شو صار ببرشلونه. رح نشوف مع المشاهدين وارجع انا وياك نعلق بتفاصيل. المشاهد اللي عم نشوفهم هن من الاوبننج سيريموني تبع المنتخبات كلهم يلي مجمعين. هيدا ملعب صغير من الملاعب اللي عندهم، يعني هيدا ملعب بس عاملينه الاوبننج سيريموني، بينما عندهم منشآت رياضيه بشكل ما طبيعي. يعني قد ايه الاولاد كانوا فخورين بمشاركتهم وقد ايه هالكاليبر كمان العالمي يلي من هن وصغار كان عندهم فرصه انهم يشاركوا في هيك. شو لمستوا من الاولاد اللي شاركوا؟ في عندك ناس اول مره بتسافر، ناس اول مره بتلعب ضد فرق اجنبيه او بشوف واحد اشقر او واحد، يعني كان في رهبه. ونحن كنا عم نلعب مبارياتنا ورا بعض، سو التعب اللي كان عنا عم بوصل اللعب للمباراه الثانيه تعبان كثير. نعم، يعني منشوف الأولاد قد ايه بيكونوا محمسين. خبرنا شوي عن دعوة يلي تقدمت للمنتخب من الأكاديمية مارسات الإسبانية للمشاركة، كيف لحتى صارت الدعوة وكيف لما وصلتوا لهونيك شو كان لازم ينعمل؟ يعني كان في المباريات، كان كل شيء مخطط من قبل؟ خبرنا شوي أكثر. هو صار في اتفاقية بين الاتحاد واللبناني، مضوا شراكة بيناتهم وعلى أساسها تمت دعوة منتخب براعم، اللي هو ما كان مؤسس وما كان في شيء اسمه منتخب براعم بلبنان. نعم. كابتن باسم محمد مشكور، شخص يمكن إذا بيتطور الفوتبول اللبناني بيتطور من شخص مثله، قام وعمل هذا المنتخب وسافرنا. هلأ لو وصلنا لهونيك وشاركنا، أنت عم تلعب ضد ناس، ليش برجع بقول سميناه إنجاز وأنا عم شد على كلمة إنجاز؟ لأنه أنت عم تلعب ضد ناس عندها منشآت رياضية بدنا حلم لنوصل لها. عندهم مدربين، يعني بتفوت على الملعب بتلاقي مثلا 20 لعيب، بين ال 20 لعيب في عندك 10 مدربين. وصلنا كان في منتخبات وفي فرق، يعني كان في عندك منتخب كوريا، كان في عندك فريق من فرنسا. كم منتخب كانوا تقريبا؟ كان في منتخب كوريا ومنتخب البرتغال، منتخبين، والباقي فرق. بس هول الفرق ليش بتعدهم منتخبات؟ لانه هو مارسات اكاديمي بجيب افضل لاعبين من جميع العالم وبيناموا وبياكلوا وبيعيشوا فوتبول. ما بروحوا على بلدهم، بضلهم بمارسات اكاديمي. حلو. يعني بتكون اكاديمي ومدرسة مخصصه للمية يعني لتدربهم من هن وصغار 100%. بكون بنايم عندهم، حاطينه بمدرسه عندهم. سو هو اللي عم يتمرنوا 3 ايام بالنهار، هو نحن اولادنا عم يتمرنوا 3 مرات بالجمعه. سو العمر التدريبي بتفرق بعدين معهم طبعا، لان نحن عم نعمل انجازات بالفئات العمريه، بس لما توصل على الفريق الاول او قبل ناشئين شباب هن بكونوا عم بيعملوا الانجاز، نحن ما بنكون عم نعمل شيء لانه العمر التدريبي ونحن الاهتمام الرياضي عندنا شوي اقل منهم. نعم، يعني مع كل هالفوارق يلي عم تحكي عنها ولكن قدر الفريق اللبناني انه يحصد المركز الثاني. خبرنا شوي عن مستوى اللاعبين الاجانب مقابل مستوى اللاعبين اللبنانيين مع كل هالفوارق يلي عم تحكي فيهم بطريقه التحضير والتدريب، ولكن نحن دائما عندنا الحنكه يلي ما بتقل عن التدريب، عن الالتزام، عن الشغف يلي بيكون عندنا اياه. خبرنا شوي عن مستويات اللاعب كيف كانت وكيف كانت نتيجه المنتخب اللبناني تجاه المنتخبات الاخرى. نحن بكل تجرد بدي احكيك، نحن بلد عندنا مواهب رياضيه بشكل ما طبيعي، وما في حدا من الاهالي وما في حدا من الناس ما بحب ابنه يكون رياضي. نحن البلد بنقدر نبارز ونواجه اي منتخبات بالفئات العمريه الصغار طبعا.
الفئات العمرية رحنا شاركنا بمنتخبين بالتصفيات، طلعنا فريق منتخب أول والمنتخب الثاني ثاني، سو نحن تصدرنا المجموعة. الفوارق بيناتنا ما في فوارق بالنسبة للسكيلز والمهارات، في فوارق بدنية، في فوارق غذائية، يعني هني بيأكلوا، هني بيشتغلوا نيوتريشن، بيأكلوا كل شيء صحي. نحن كل واحد شيبس، تعرف أنت الأولاد ما بيأكلوا شيء صحي. اللياقة بيشتغلوا على الفتنس، عندهم سيشن فتنس بس. نحن ما فيك تفوت الفتنس مع سكيلز، بتضيع الأمور. ما فرق بيننا وبينهم شيء، يمكن فرق العقلية، ما عندهم خوف، مشاركاتهم أكتر بكتير منا. نحن رايحين مشاركة عاملين أنه هيدي شغلتنا وعملتنا، هني يمكن بالشهر مرة بيعملوا هالمشاركات. هيدا الفرق بيناتنا. والفرق الأكبر هو المرحلة العمرية اللي أنت بتدرب فيها، العمر التدريبي تاعك بس بتفرق معك. الباقي فئات عمرية لو في اهتمام من الدولة مثل ما نحن بدنا ومثل ما نحن منطمح، نحن منواجه أكبر فرق. شو الاهتمام طالما عم نحكي لحتى نختم بهيدي النقطة؟ يعني اليوم شو صرخة يلي حمزة هيك بتطلقها باسم هالأكاديميين الطلاب الصغار يلي حققوا أنجزوا مثل ما قلت إنجاز حققوا ببرشلونة؟ شو المطلوب اليوم من الدولة بالإمكانيات الموجودة؟ شو النداء يلي بتطلقوا اليوم؟ أنا هيدي الصرخة ما بدي أطرق الحقيقة. أنا إذا بدي أحكي عندي كتير وجع بالنسبة للرياضة. هيدي صرخة الأهالي وصرخة كل العالم الرياضيين. الاهتمام من الدولة بده يكون عبر التخطيط. نحن بنعرف ما في شيء مستحيل. نحن بنعرف إنه كتير ناس، أنا أعطيك مثل صغير بالباسكت بول. الهومنتمن عبر التخطيط من قبل رئيس النادي تاعهم قدروا ياخدوا بطولة لبنان، واللي هو كان شيء من المستحيلات. بس نحن بدنا تخطيط من الدولة، بدنا منشآت رياضية يقدر الولد الفقير كيف بده ينمى مهاراته، بينزل على الشارع، طب وين في محلات يلعب فيها؟ بينما بلاد برا بتلاقي في عندك وسعة من الملاعب. صحيح، public places دائما في أماكن عامة متاحة لهالموضوع. نحن بس ما بنحكي بس رياضة، نحن بنحكي رياضة وبنحكي الولد، تثقيفه، نخلي الولد بدل ما يروح للأشياء الخطرة عم بيروح للرياضة وبيقدر يعمل فيها المستحيل. ليش نحن ما عندنا احتراف بلبنان؟ لأنه ماديا ما لنا قادرين نعمل احتراف. بينما أنت فيك عبر تأمين المنشآت الرياضية، عبر تأمين المصاري للأولاد، أو أنت تتبناهم، أو وزارة الشباب والرياضة تقدر تشتغل مش بس على الفوتبول. أنا ما عم بحكي على الفوتبول نهائيا، نحن حققنا على الرياضة بشكل بنقدر نحقق إنجازات. منتخب الباسكت عمل إنجاز، منتخب امبارح نادي النجمة عمل إنجاز ضد الأهلي المصري. نحن عنا إمكانيات بس ما في عنا استمرارية وما في عنا خطة بعيدة المدى. نعم. هيدا المشكلة. أنا بطلب الدولة إن شاء الله توصل هيدي الصرخة كل الرياضيين، الدولة تهتم أكتر بالولاد. أنا ما بديها تهتم فيه، أنا يمكن عم روح بعمل دورات. الولاد بدهم رعاية، الولاد الفقراء أكتر من الولاد اللي معه مصاري بيو عم بحطه بأكاديمي. طب اللي معه مصاري شو بيعمل؟ عم بحطه مع ناس يمكن ما عندها الكفاءة أن تطوره. نعم حمزة، يعني على أمل أنه على أبواب الحكومة الجديدة أنه يكون في أذان صاغية تسمع لهيدي الصرخة، وتكون مش بس يعني مش المهم أنها تسمع، المهم أنها تنفذ كمان وتنطلق بالمشاريع. كل حال نحن كتير فخورين باللي حققته. شكرا لوجودك معنا مدرب المنتخب اللبناني لكرة القدم للبراعم حمزة المصري. تحية لكل الأطفال يلي شاركوا، شباب صغار يلي كانوا موجودين ببرشلونة، وإن شاء الله إلى مزيد من التألق ومن الفرص. شكرا لأنه بتستحقوا. شكرا لك حمزة. شكرا لك. شكرا لتلفزيون لبنان على أهلا وسهلا. يا هلا مشاهدينا، بريك ومنتابع نوزابينج، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لكل اللي انضموا لنا بهالوقت، متابعين بلقاءاتنا الصباحية ودائما الحركة السياحية وتنشيط عجلة السياحة بلبنان بحاجة لمهرجانات، بحاجة لدافع أكبر حتى نجرب نضوي على كل الأمور الثقافية والاجتماعية بهالبلد. من هيك بصيرني استضيف معي باستوديو رياض عيسى، عضو مؤسس بلجنة مهرجانات الهبارية، حتى نحكي عن مهرجان الهبارية تحديدا اللي أقيم من عام 2001 بعد تحرير الجنوب ولازال مستمر حتى يومنا هيدا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن بلدة الهبارية، وين توقع تحديدا، موقعها جغرافي وبشو بتمتاز؟ بلدة الهبارية بلدة جنوبية بمنطقة العرقوب قضاء حصبية، بلدة على تماس مع فلسطين المحتلة وسوريا الجريحة بسفح جبل الشيخ.
بلدي تمتاز بموقعها الجغرافي المميز ومناخها المعتدل، بلدي فيها أثارات عديدة كنعانية ورومانية، وفيها أثارات إسلامية ومسيحية. من الهبارية مر السيد المسيح عليه السلام لما صعد إلى قمة حرمون. بلدي وصفت بالكرم وحسن الضيافة، بالعمل، أهلها تميزوا بالتضامن والعمل الإنساني والاجتماعي، قاوموا الاحتلالات المختلفة، انأسر العديد من أبنائها واستشهد العديد من أبنائها في عملية الصراع مع العدو الإسرائيلي، تحررت بال2000 مع الجنوب. طبعا تعرضت لاعتداءات متتالية من 67 لل70، 72 و78 وأثناء الاجتياح 82. عانت مثل معظم قرى الجنوب بالحرمان الدائم والمزمن، ونتيجة هذا الواقع أهلها انتشروا بين مناطق لبنانية وبلاد الانتشار حول العالم، في جالية كبيرة من الليبرية بالبرازيل، بكندا، بألمانيا، مختلف دول أوروبا والخليج. مباشرة بعد التحرير أهالي الهبارية وشباب الهبارية تحمسوا لنظموا أول مهرجان على مستوى المنطقة المحررة، مهرجان فرح، مهرجان لا يمحي أثار العدوان وأثار الاحتلال والحرمان المزمن على هذه المنطقة. رغم كل الظروف الصعبة، زي معروف الشعب اللبناني على طول شعب بيوقف، شعب ما بيموت وبحب الحياة، من هيك حبيتوا أنتم من خلال هيدا المهرجان ترجعوا تعيدوا الحياة لبلدة الهبارية. فمن عام 2001 مع البدايات لليوم، شو تغير، شو أضفتوا للمهرجان؟ الحقيقة بال2001 المهرجانات كانت يعني عفوية وبدائية، وكانت بالشارع، وعملنا مسرح بالشارع واستضافنا فنانين مهمين بقلب يعني نقطع شارع ونعمل المهرجان. وبعدين كان في تعاون مع البلدية الهبارية، وثم صرنا نكتسب خبرات نحن وعم ننظم المهرجان، وكل سنة نشوف المهرجان يعني ما نجيب شيء نسخته على الأهالي، شيء يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم. هذا المهرجان من العادات والتقاليد والتراث اللي مشتهرين فيه هو العرس القروي اللي عم نشوف صوره هلا. نعم. يعني كل سنه بتقوموا بعرس قروي وبتساعدوا فيه ابناء البلده والشباب والشابات اللي حابين يقدموا على هيدي الخطوه، بتفتحوا لهم الطريق وبتسهلوا لهم اياها. نعم، نعمل عرس قروي. نعم. حقيقي لعرسين حقيقيين. وبيكون عنده طابع تراثي وكروي، والناس بيحتفلوا فيه بالساحه العامه وبالشارع، وبيكون مميز جدا جدا. ايضا في فقرات لكل الفئات العمريه، للاطفال، لكبار السن، بنعمل جلسه خاصه بالمسنين. عندنا شيء له علاقه بالمونه البلديه. نعم. شيء له علاقه، كنا نعمل دائما سبق حمير بس للاسف عم ينقرضوا هون. شو عم نشوف؟ هي الدبكه اللبنانيه، الفلكلور اللبناني، من انتاج هدول كلهم صبايا من الهباريه بفئات مختلفه. هذا تكريم، كل سنه نحن عندنا تكريم لشخصيات معينه تركوا بصمه، كل واحد بمجاله، كل انسان ترك بصمه بمجاله، تكريم لكل انسان ترك بصمه بمجاله، بالادب، بالشعر، بالفن، بالثقافه، بالزراعه، بمجالات جدا مختلفه. هذه مشاهد حقيقه من احياء الهبارية القديمه، هاي صبايا باللباس التراثي الاقرب الى الواقع، يعني نحن ما كنا كثير بنعرف كيف قبل ما كان بهذه الجوده يمكن، بس الحقيقه هي اعراس بتترك مساحة من الفرح عند الناس على مدى أيام. يعني من طابع هيدا المهرجان هو ترسيخ الطابع الثقافي والتراثي تحديدا بمنطقة الهبارية. الحقيقة هو نحن الهبارية هي بلدي صنفت بلدي سياحية، وفيها معبد اسمه بعلجاد، معبد روماني قديم، وبجنب المعبد نعمل هذا المهرجان. وطبعا هو تأكيد على أنه نحن نعكس صورة التاريخية والحضارية للهبارية، وندمج ما بين التراثي والحداثي. حتى الفنانين لما بنختارهم بعناية حتى يكونوا عم بيغنوا اللون اللي هو أقرب للناس. في مهرجانات كتير على مستوى المنطقة وعلى مستوى لبنان، بس بمعظم هذه المهرجانات هي أنه بيستضيف فنان وبيغني، يعني
فيني اسمع سيدة ببيتي او فيني احضر تلفزيون. الهدف من المهرجان هو يتفاعل الناس مع هذا الحدث، يكون بيشبههم، بيكون عم بيعزز لهم صمودهم بأرضهم، بيكون عم بيعكس لهم هويتهم الوطنية والتاريخية. بنحاول احنا قدر امكان، بنسعى طبعا، يمكن احنا ما وصلنا بعد للمثالية، بس دائما بنسعى لانه نعمل شيء مميز. الحقيقة المهرجان ابناء الهبارية بالانتشار صاروا بوقت زيارتهم على لبنان على توقيت المهرجان. في عدد من أبناء الهبارية خاصة بالبرازيل مشكورين بيشتغلوا على أنه يدعموا هذا المهرجان ماليا. طبعا قدراتنا كتير محدودة، نعمل مهرجان باللحم الحي إذا بديك، بالتعاون مع بلدية وبعض أصحاب الأيادي الخيرة، وبيترك على مستوى المنطقة جو إيجابي، لأنه كمان بيجوا من الضياع المجاورة لا يحضروا هذا المهرجان، خاصة أن الهبارية هي موجودة بوسط كرة العرقوب، وهي المنطقة فيها تنوع ديني وثقافي، ونعمل هذا التفاعل، هذا التشارك والمشاركة بين الكل. مثل ما ذكرت التمويل اللي عم بيكون من قبل المغتربين تحديدا بالبرازيل، معظم المغتربين بالبرازيل من منطقة الهبارية. ولكن التمويل المحلي كيف عم بيكون؟ حقيقة التمويل المحلي هو محصور في جزء منه ومساهمة رمزية من بلدية الهبارية مشكورة، وفي جزء منه في بعض الأنشطة، نحن منبيع تومبولا ونعمل بعض الأنشطة الصغيرة اللي ممكن تعمل تمويل ذاتي. غير هيك ما عندنا أي تعاون. نسعى حاليا، نحن بطور تقدمنا بوراق لنعمل علم وخبر جمعية لنصير نتعاون مع وزارة السياحة أو وزارة الثقافة، لعله يكون في مجالات للتعاون تصير مثلنا حقنا، يعني نحن مثلنا مثل بقية الجمعيات أو المهرجانات اللي عم تحصل على مساحة الأراضي اللبنانية. هاي المنطقة تحديدا هي الأكثر حاجة، لأنه كانت الأكثر حرمانا، ولأنه أهلها فعلا بحاجة لأنهم يفرحوا أو لأنهم يعيشوا حياة. خلينا نحكي عن المهرجان السنة للسنة، شو رح يتضمن؟ شو هي فقراته؟ نعم طبعا احنا دائما في بيكون بالافتتاح بنسعى لانه يكون رسمي، في حضور رسمي، في لوحات فلكلورية بيكون من صنع ابناء الهبارية، في عنا مسرح، في عنا تكريم، بعدين احنا بنعمل سهرة فنية مع فنانين لبنانيين اما ابناء المنطقة او ممكن نستعين باي فنانين من الخارج مثل ما قلت بمواصفات اللي احنا بنحطها. ايضا نحن كل سنه بنتعاون مع قوات الطوارئ الدوليه، يعني في الكتيبه الهنديه والكتيبه الاسبانيه اللي موجودين بالمنطقه، فكمان بنسعى لانهم يشاركونا بهذه المناسبه. ايضا لانه نحن على تماس مع فلسطين المحتله، على مدى سنوات استضفنا فرق فنيه فلسطينيه، وكانت يعني كانوا الاهالي يتفاعلوا معها وكانت تعمل لمسات كثير حلوه. ايضا يعني من الفقرات اللي موجوده بشكل دائم على الاجنده تبعنا هو العرس القروي، هو الاكل البلدي والتراثي. وايضا نعمل مجموعه كثير من الانشطه الخاصه بالاطفال، بنجيب اما مسرح دمى اما اي نشاطات ترفيهية للأطفال، لأنه منخصص جزء مهم لأنه مستقبل بلدنا هو الأطفال. في الهدف يعني بتكون هادفي، الأنشطة اللي نعملها بتكون هادفي، في رسائل معينة للأطفال حتى تترك عندهم أو تراكم عندهم كم من الثقافة والمعلومات والمهارات. بعد ذلك بنقطة كثير مهمة، أنه على هامش هالمهرجان أهل البلدة عم يعرضوا منتجاتهم الزراعية، هيدي الحركة بتنشط أكثر الاقتصاد والحركة الثقافية. كونه نحن بلدة سياحية وكونه نحن بلدة تراثية، الحقيقة غايبة الوزارات المعنية عنا، بحاجة لمساهمة أنه نحن نضوي على هذه الأثرات ونشجع السياحة على الهبارية. نحن عم نستفيد من هذه الفرصة لحتى نشجع الأهالي لأنه يحركوا العجلة الاقتصادية تبعهم، يبيعوا منتجاتهم، بيعملوا خبز عصاج، بيبيعوا بعض المنتجات الزراعية، العنب والتين والزيتون، ومنطقة مشهورة جدا بالزيتون، أنا أجود أنواع الزيت والزيتون بهذه المنطقة.
ايضا في بعض الاشخاص اللي بيعملوا بعض الحرف اللي ممكن يبيعوها، بيبيعوا العاب وغير وما شابه للاطفال. مهرجان فرح بكل معنى الكلمه، بيشاركوا فيه كل الناس، وحقيقه انه الناس بتنتظره من سنه لسنه، وكنا بنتمنى انه نكون نقدر نعمل اكثر من مهرجان بالسنه لانه في حقيقه بحاجه. ان شاء الله مزيد من الازدهار من سنه لسنه. كل التوفيق لكم، وعيد الحياه اللي عم بتجربوا تضخوها بقلب الهبريه وبلبنان كافه، لانه بحاجه فعلا لبنان حتى يرجع اهله يستعيدوا هيدي الفرحه والبسمه اللي فقدوها يمكن من سنوات. عم نجرب قدر المستطاع نرسمها على وجوه. هو فعلا نحن بحاجه لمبادرات، لو كل حدا، كل مجموعة، كل بلدية بمنطقتها تبادر أنها تعمل نشاط معين لأي فئة من الفئات العمرية، إن كان مهرجان ولا غيره، بنكون عم نساعد على أنه نخلي مساحة الفرح والتلاقي والمحبة بين الناس قائمة. وبنهيك بنحاول شوي نجيب الشباب ونجيب الصبايا من المحلات اللي عم بيروحوا لها على الانحراف أو غيره، ويصيروا يهتموا بالشأن العام، لأنه إشراك الشباب بالشأن العام مسألة بغاية الأهمية. نحن عم نشارك الشباب، نشارك المرأة، ونشارك الأطفال، هذا دليل على أنه الجنوب صامد رغم كل الظروف الصعبة. صحيح، وسيبقى صامد وسيبقى الجنوب يقاوم إلى أبد الأبدين. أكيد. أهلا وسهلا فيك رياض عيسى، عضو مؤسس بلجنة مهرجانات الهبارية. أهلا وسهلا. أهلا فيك، شكرا لكم. مشاهدينا من الهبارية رح نروح نحن وياكم هلا برحلة تحديدا بين باتر ومرج بصري بسيارات رباعية الدفع بهذا الريبورت. بيوم غير عادي تواجدت حوالي 85 سيارة دفع رباعي لخوض مغامرة باتر 4x4 Off-Road Challenge. وبهاليوم المشمس الرائع تواجدت كاميرا تلفزيون لبنان مع شباب وشابات بيتمتعوا بروح القائد لقيادة السيارات الضخمة بهالمغامرة على أنواع مختلفة من الطرقات. المسار ببلش نحن هون بضايعة باتر الشوف، مسارنا تقريبا 25 كيلومتر، رح يتضمن طرقات فيها طرقات زفت قليلة جدا، طرقات ترابية وطرقات رملية، وعندنا مجرى نهر كتير حلو بطبيعة بين الشجر، وفي مسار بالماء كتير كتير رح يكون حلو. وبنرجع من كفي الطريق لنرجع على ضيعة باتر محل ما نحن هلأ عن طريق تاني، وهون بنعزم كل الناس اللي مشاركة معنا ليفوتوا على حديقة باتر ويتعرفوا على الحديقة ويتعرفوا على الضيعة وعلى المنطقة الحلوة أكتر. هيدا أول مرة نحن بنعمل تريب، كان عندنا نشاطات سابقة تنظيم إيفنتات بتخص الأوفرود، بس هذا النشاط كان مميز عن غيره أنه تريب لنعرف الناس عن الطبيعة الحلوة اللي عنا وعن بسرة الطبيعة الحلوة وعن النهر. ونحن بالمجمل نشاطنا هو صديق الطبيعة ونحافظ على الطبيعة وعلى البيئة الحلوة اللي موجودة عنا. أقل شيء ممكن أقوله، الجميع كان عم يتوغل بهالمسار بقوة الخيول ورشاقة الإبل. نعم، فالجميع تخطى التوقعات واخترقوا الطرقات الوعرة بفضل أنظمة تعليق مميزة. صحيح أنه ببعض الأماكن سرعتنا كانت بطيئة لأنه بهالمناطق الوعرة إذا ما كان لازم توخي الحذر، فبالفعل كان ممكن يكون عنا وعند المنظمين مشكلة. والله كان مشوار حلو اليوم، وكبنا الشباب من عبكرة، الحمد لله ما صار شيء معنا على الطريق، ما حدا صار له شيء، إن شاء الله نكفي نهار حلو، طريق حلوة ما فيها كتير صعوبات يعني منيحة. صرنا عاملين ثلاث نشاطات، صار عمرنا سنة، عملنا أول نشاط أوفرود شو،
عملنا تاني نشاط تخصصنا الأمهات فيه، وعملنا مشوي بجبل نيحة شارك فيها حوالي 500 شخص. كمان بنتشكر الصليب الأحمر اللي هو عم يرافقنا لسلامة كل مشترك معنا، هيك بنضمن له سلامته، والناس كمان عم بتحب هالمشاركة كونه موجود الصليب الأحمر فرع جزيم، مشكورين كتير. الفريق المنظم والحاضرين ساروا بثبات بمشهد مذهل لكل مين كان موجود. لا شك أن المنطقة الجغرافية اللي صرنا فيها من باتر لمرج بسري كانت الخيار الأمثل لإقامة هالنوع من المغامرة، نظراً لموقع الطرقات والدهاليز الاستراتيجية. هالمغامرة باتر 4x4 Offroad Challenge حبست الأنفاس بفضل جمال المنطقة وتماسك السائقين الديناميكي، فهن قدموا خلال هالمغامرة المليئة بالتحدي إثارة ممتعة بهال 25 كيلومتر. هلا هي اول مره بشارك انا باوفرود، كانت فيري نايس، من الطريق للتنظيم لكيف وصلنا لهون الاكسبيرينس كلياتها كانت كتير حلوه، سو دفنتلي بتنعاد. الحمد لله انه وصلنا لهون بخير وسلامه وما صار معنا مشاكل على الطريق، والعالم هلا كلها مبسوطه وعم تتروق هون. وبعد عنا القسم الثاني من الطريق هو اللي اسهل من هذا القسم، يعني صارت الطريق كتير سهله وحلوه كمان ضمن الطبيعه والمناظر الحلوه هون. بالفعل قهر الجميع الطبيعه وحارب بشراسه. لا شك أن أجواء المغامرة انتهت بمرج بسري بعد ما قدم الجميع مزيج فريد من قدرات القيادة على الطرقات الوعرة، فالجميع استمتع بهالهواء الطلق وسبل الراحة اللي كانت على مستوى عالمي. الجميع بيسافر هالأيام للأيام برحلة سفاري، ولكن لبنان برهن مرة جديدة أنه بفضل طرقاته التاريخية فالمكان المناسب لصناعة الأسطورة بدقة هو بهالأمكن المتنوعة الطبيعية. الأوفرود رح نروح لأجواء الموسيقى يلي أوقات كمان هيك بتكون على طريقتها مجنونة، بتكون بسيمفونية كمان مع أصوات الآلات دايما متداخلة مع بعضها لحتى تخلق أجمل النغمات حتى بجنون الموسيقى. الموسيقى حلوة والموسيقى دائما بتاخذنا لعالم آخر وهي أساس بحياة كل واحد منا، وهالأساس أوقات بينمى وبيكون حلم من نحن وصغار ومننمي لحتى نكبر مثل ضيفي بالستوديو. هالموهبة يلي دائما حط قدامه وجعل منا هدف وعمل من هوايته مهنة لحتى نحكي عن مايسترو من لبنان لأرمينيا لهالجذور يلي منفتخر فيها بالفن، قدر يحمل بداخله موسيقى، قدر يوصل لحتى يقود أوركسترا ويلعب على نغمات وأوتار الموسيقى المايسترو جارو أفيسيان. رح نروح لفيتي نسمع موسيقى بالبداية يلي هي رح تعرف عنه ونرجع ننطلق بلقائنا. Amazing. بدي أقول صباح خير للمايسترو جارو أفيسيان. صباح خير. أهلا وسهلا فيك. شكرا على فيك. يعني ما كان فينا نعمل أحلى من هيك introduction لحتى ننطلق بحوارنا ولقائنا معك. جارو هالاسم يلي صرنا نسمعه أكثر بمار مخايل ببيروت، الاسم يلي حمل بيروت ولبنان يلي بداخله للجذور يلي بتنتمي لإلها، ليريفان يلي كمان ضجت باسمك، يلي دراسة كمان يلي حملتها من هنيك واليوم رجعت على لبنان. رح نحكي بكل هالرحلة، رح انطلق من أرمينيا هالبلد يلي فيه
وحدة حال بينه وبين لبنان، لأنه اللبنانيين من أصل أرمن هن لبنانيين بالقلب، ونحن كلبنانيين كمان دائما عنا هالعطف، عنا هالوحدة الحال مع أرمينيا، هالبلد اللي معروف ومشهور بالموسيقى الكلاسيكية، عنده عراقة كمان بتاريخ هالموسيقى. خبرني شوي عودتك على لبنان من بعد هالانتشار الكبير يلي حققته خارج لبنان، ليه قررت ترجع؟ سؤال كتير مهم، لأنه كل واحد بيسافر إجمالا برات لبنان بتنسأل هالسؤال. إذا متطلع شوي كيف تتأسس الأمور، كيف تتأسس الحياة، كل شيء إلا بداية في صلب الموضوع، تنقول بعدين بدنا نرجع كمان على ذات الجملة. نعم. أنا حبيت أنه أرجع مطرح من مطرح يلي أنا رحت، لأنه بعتقد الحياة كمان عندها قوانين. القانون الحالي بعتقد أنه بس تسافر ترجع وبدك تنسى أنك أنت من وين رحت، بدك ترجع وترجع كمان تعطي شيء. وبس على هالمبدأ وعلى هالأساس بعد 6 سنين بقيت بيريفان، تخصصت بقيادة الأوركسترا وتأليف الموسيقى. رح نحكي عن مرحلة الدراسة، ولكن بدي أبدأ بالبداية بالحلم، هيك كيف بلش الموسيقى يلي أخذتك من أي عمر، وين حسيت كمان باهتمام أكبر أنه هيدا موضوع بيعنيني، مثل ما قلت أنه عملت من هوايتك احتراف لحتى تصير هي مهنتك، بأي عمر هيك بلش انتباهك يروح أكثر للجو الموسيقي؟ هيدي يمكن صارت شوي نقول بالصدفة أو لا، لأنه أختي كانت حابب تعزف البيانو، بس صديقتها كان عندها بيانو، نحن ما كان عندنا وقتها، بس حبيت هي أنه تدق كمان تعزف البيانو، جبنا بيانو وأنا كنت أخذها على الدرس. وقتها كنت أخذها على الدرس ما كنت تفهم هي كتير، بس أنا ما كنت أدرس أكيد، بس كنت أتفرج وتطلع من وراء. وبس بعد فترة لاحظت هي عم تعيش عندها مشاكل بالبيت، مش عم تقدر تفهم، وأنا بلشت أشرحها، وبس حسيت حالي أنه عم بشرحها بلا ما أعرف، بلا ما أخذ درس، قررت أنه نغير المطارح خليني أنا أدرس شوي كمان مع زيت الوقت مع يعني. حلو. وبوقت كتير قصير اكتشفت هالهواية. وبعد فترة بس يصير في المدرسة شوي بتكتر دروس، حبيت أنه وقف بيانو، بس وقفت بيانو بلشت أنا ألف شوي شوي، بس وصل لمرحلة معينة لاحظت أنه بدها سقافة، من دون سقافة بالموسيقى كل شيء بتبقى ما بتوصل لمحل، ما بتتطور، ما بتوصل. صحيح صحيح. بقى من بعد هالشغلة ألفت أنا مقطوعة، بس قدمت على الامتحان، كنت مثلا وقت رجعت كفيت ما كان صف، ما كان كتير عالي، وكان في كتير صغار معي، على الأساس تم فجأة أنه أنا فيني أعطي أكتر. نعم. ألفت مقطوعة، دقيت بأيوبي أسامبلي هول وقتها، ومن وقتها اكتشفت أنه لا، هيدي مفروض تتاخد للآخر. لما أخذت هيدا القرار هيك، شو تحدي اللي بينك وبين حالك؟ لأنه دائما كل واحد منا بيختار مهنة في إلها صعوباتها، في إلها تحدياتها، في إلها كمان الشغف، لأنه الواحد إذا ما كان شغوف وهيك عنده حب كتير كبير للي بيعمله ما بيقدر يحقق. أدي هيك قررت أنك تعطي حالك للموسيقى للآخر، وشو القرارات اللي أخذتهم هيك ستابس لحتى تكون عم تدرس، وليه اخترت يريفان، ليه اخترت أنك كمان تدرس خارج لبنان ترجع كمان لأرمينيا؟ أولا بعتقد البلد يلي فيها الموسيقى ويلي بيعلم مش بس المعهد، البلد وطريقة اللي عايش الناس والمفهوم الموسيقى قديش بيقدروا، هاي كمان هي المواصفات يلي مكونات يلي بيسقف الشخص، مش بس الدرس، مش بس البروفيسور. لهالسبب نقيت يريفان، لأنه يريفان بوقت اتحاد سوفيتي المعهد اليريفان الحكومي كان تعتبر من أحسن 3 معاهد. أنت تخرجت من معهد الوطني كوميداس. كوميداس صحيح. بالحقل التأليف والقيادة. بعتقد النقل من لبنان لهونيك كان كمان في صلة يلي طريقة العيش ما كان كتير بعيدة من هون للبلد يلي بينضم الشعبين
بذات المحل. نعم. هيدي كان القرار الأساسي. و والجهد يلي انعملت كان أول شيء انتباه الهواية موجود، بعدين الهارد ورك الدائم الاستمرارية، استمرارية دائما. أكيد المجتمع أثر كتير، المجتمع أثر كتير لأنه ما كان في معهد في لبنان، ليش بدك ترجع، شو بده يصير، شو بدك تعمل. بس أنا ما فكرت بهالأمور، فكرت أنه إذا واحد حابب يعمل بده يحقق شيء مفروض يمكن يضحي كل شيء تنوصل لهالخطوة. بس كل شيء كان انعملت، ما انعملت بسهولة أبدا أبدا. 6 سنين كانوا كتير صعبين لأنه الأرمينيا بيحب كتير perfection بالموسيقى. ومن بعد هالخطوات بس رجعت لقيت أنه فيني أعطي كتير. أكيد. وبعتني أنا كمان يمكن نحكي بعدين، بس بعلم بالمعهد الوطني. صحيح. يعني رح نحكي عن التعليم، رح صحيح. نحكي كمان عن وصولك لمهرجانات صور، لأنه هالقد كان عندك طاقة أنك تعطيها. خبرنا عن هالتعاون بمهرجانات صور، خبرنا عن هالتجربة كمان. مهرجانات صور بعد سنين وقت كنت عم بقود الأوركسترا في الهارمونية. نعم. صار في عندنا تواصل مع دكتور جمال وحسن، وحكي معي قال لي بحب انك انت تقود مهرجانات صور، وانا وافقت اكيد. من بعدها فتنا بالموضوع وقررنا البروجرام الى اخره. ومره وقتها كنا عنده قررنا انه اخر شيء نعمل شيء اكزوتيك شو كان تطلع بالاخر. فكرنا انه في كان غنيه مراكبنا على المينا نهيها فيها، وعلى المسرح صار في عنا شوي مفاجآت السوليات، وكمان هيدي صار كانت كتير مؤثرة للناس، شافوا شيء كتير قريب للمهرجان. حلو. المهرجان حلو. مش بس نروح نتسمع الموسيقى، كمان ننبسط ونكون مبسوطين. الواحد بيروح بيعيش هالخبرة هالتجربة. صحيح. كمان أهم شيء كانت هونيك الانسجام اللي كان مفروض نعمل بطريقة بروفيشنال جدا. صحيح. انسجام الكورال مع الأوركسترا مع كل المؤثرات الخاصة مع الفيجوالز كان صحيح. عمل رائع. وأستاذ جمال أكحال حكي كمان عن هالموضوع عنا بالبرنامج ومعي تحديدا. رح نروح لمهرجانات صور نشارك المشاهدين بشو عم نحكي أكثر أنا وياك جارو، ونرجع نتابع حوارنا. شكرا جدا. يعني شو هالكومبينيشن بين استاذ جمال ابو الحسن وبين مايسترو جارو افيسيان وبين كمان كورال فيحاء الاكثر من روعه،
والمكان يلي فارض حاله صحيح. مشهدية يعني سور التراثية يلي فيها ألف حكاية من التاريخ صحيح. صحيح. جارو لما الواحد يكون عم يشتغل بعمل هالقد ضخم لما تكون على المسرح انت عم تلعب السولو تبعك اللي هو امبروفيزاسيون اللي هو صحيح. مرتجل بكل هالقطعة يلي عم نسمعها يلي هي تمهيدية انترلود انترودكسيون لمراكبنا العلمينة الواحد بينسى حاله قد ايه انت هيك تطلع من حالك على المسرح خلص بتصير بعالم تاني عالم تاني في هالمبدا انه قائد الاوركسترا مفروض يكون مركز كتير وما لازم يكون عاطفي ابدا على المسرح العواطف نخلي الناس يحسوا فيها بس نحن نكون راكزين انك تركيز كتير مهم على المسرح لانه من بعد السولو او من بعد السولو صارت اكيد مع قبل كان في ناس كمان عملوا كمان حبيت كافيه في شغله كثير مهمه للكوندكتر القائد اوركسترا يخلي الناس ينبسطوا قبل ما هو ينبسط لانه هو شغلته يبقى على المسرح ويركز من اول نقطه البدايه لاخر نقطه البدايه لاخر نقطه الحفله الختام تيسير كل شيء بلا خطا لهالشغله اذا كوندكتر بلش ينبسط اكثر او صار عاطفيا اكثر يمكن يضيع تركيزه حتى يضبط الايقاع صحيح صحيح ولهالسبب كثير مهم كثير مهم انه شو ما يصير كوندكتر المفروض يبقى دائما بالسلام دائما بالسلام ويبقى مع العازفين او مغنين او مع الكورات دائما بهالجو الحلو والفستيف اوكي دفنتلي ماسترو لما نحكي عن التراث كمان الارمني بما يختص بالموسيقى صحيح. يوم في كتير موسيقى كلاسيك في كتير قطع في كتير مقطوعات كمان عم يرجع تم البحث عنها عم بتم العمل عليها اليوم هيك كيف بتقيم وضع التراث الارمني من ناحية الموسيقى وأداء مهم الحفاظ والبحث عنه أكثر وأكثر وقتها كنت عم بتخصص بيريفان جاء مؤلف ألماني توماس بوكولز كان اسمه وما كان عارف هو في بلد مثل أرمينيا بس جاء اكتشف شاف قديش في موسيقى بأرمينيا قال أرمينيا هو بلد يلي إذا من هون لا 600 سنة ما انكتبت ولا موسيقى بعد بيقدر يعيش 600 سنة بلا موسيقى يعني ما انكتب موسيقى جديدة هالقد بلد غني بال هالقد بلد غني بالموسيقى وفي عندها كذا أنواع يعني ستايلز من الفولكلور والجاز أرمينيان جاز والأرمينيان كلاسيكال والأهم شيء شو هي هيدا التراب يلي عم بيعطي نتيجة كموسيقى هيدا أهم شيء ليش ناس بيحبوا يسافروا من بلد لبلد يتعرفوا على الفولكلور هالبلد هي أساس النفس والتراب يلي بيخلي موسيقى جديدة تتكون من هالمطرح الجغرافي الجديدة بقى أرمينيا هي جغرافيا كتير رومانتيك بليس ودايما في ناس بيحبوا يغنوا ويبقوا بالموسيقى وهيدي الشغله اللي عم يبقى تراديشنالي تراثيا من سنين ورا سنين ورا سنين وحتى بين المؤلف غوميداس يلي اخذ كل هالاغاني يلي كان مأثره من الناس يلي عايشين حد ارمينيا ونظفهم وخلى مثل ما مفروض تغنى من بالشعب الارمني كيف مفروض يفهمها مفروض يصير السيجنتشر الارمينيان هالأغاني. ما يسرى قبل ما تابع كمان رح نروح لمقطع آخر تحت قيادتك ونرجع تابع حوارنا أوكي. We'll be right back.
This is the happy face تبع المايسترو بس تخلص القطعة. قد هيك من وراء هالتفاعل مع كل نوت ميوزيكال، مع كل صوت من الأصوات يلي إذا كان في كورال كمان مرافقة للأوركستراسيون يلي عم تنعرض، قد هيك من وراء كل هالخبرة يلي أنت حصدته من دراسة من تعليمك كمان اليوم، كيف تجمعهم كلهم لحتى تحطهم بشغلك بعملك بقيادتك بهالشغف يلي عم نشوفه بعينيك هيك بيبرقوا بس تحكي عن الموسيقى؟ أكيد تحضير للحفلة بتاخد كتير وقت أكيد، ودون شك في كتير effort. كل هالخبرة نستعملها كمان وقت تعليم أو بالحياة كمان وقتها نحكي مع الناس بشكل عام، لأنه حضارة السمع هي مش بس تختلف كلياً حضارة السمع من تنقول رسم أو من غير فن، بطريقة أنه الموسيقى ما بيبين، وتقدر لا يقدر واحد يوصل لهالمرحلة يقشع موسيقى يشوف الموسيقى بده يشتغل شوية زيادة. نحن بنحاول من هالمسافة يلي واحد بده يقدر يقطعها بصعوبة شوي منسهلها بطريقة أنه منفرجي التفاصيل زيادة، منفرجي المعلومات يلي مش مبينة مش معروفة للناس يلي حابين يسمعوا، لأنه حضارة السماعة حضارة السمع مفروض واحد يكون محضر لهالشغلة، يكون مش هينة واحد دغري إذا حابب يسمع موسيقى كلاسيكية يتعمل مقارنة مع فولك ميوزيك يلي كل شيء نوعا ما واضح الميلودي واضح، هون في أشياء غير بتختلف كليا، وكل هالمعلومات مفروض يبين بليلة واحدة بهالطريقة بهالانسجام التام. That's amazing. على كل حال مايسترو في تحضيرات هلأ جديدة عم تشتغل لغير إلى جانب التعليم، في حفلات يمكن، في سفر، في شيء عم يتحضر أو هيك في بلانز براسك عبالك تخطط لهم يمكن كمان من بعد مهرجانات صور وهالتعاون مع مايسترو جمال أبو الحسن كمان ما بعرف أو private projects لك هيك عبالك تشتغل عليهم عرواق؟ أكيد مع دكتور جمال أبو حسن نحن دائما في التواصل، يمكن يصير في مهرجانات ببلدان عربية بس بعد ما تحددت شيء بنحكي بعدين بهالأمور. في عنا حفلة ب 5 أكتوبر مع الأوركسترا في الهارمونية وبالتعاون مع جامعة هيجازيان، في عنا سولويست بيانيست جاي من أمريكا نيو جيرسي كارين هاغوبيان ورح يعزف هو خاتشاتوريان بيانو كونشيرتو، مع غير بروجرام اكيد نحكيها بعدين نحكي التفاصيل. وفي كمان قبل شيء 10 ايام يمكن اكثر شوي جالي انفيتيشن من هنغاريا، انا راح اكون مشترك ب كومبيتيشن دانوب العالمي. حلو، ونشوف ان شاء الله كل شيء بيصير. واو ذاتس اميزنج مايسترو، بتمنى لك كل توفيق. شكرا لانه في ناس هالقد شغوفين بالموسيقى وعم بيقدموا لنا شغل اكثر من رائع. مايسترو جارو افيسيان موفق بكل خطواتك، شرفتنا باحلى صباح، اهلا وسهلا فيك. شكرا، بشكرك سيدي اسدي، شكرا ميرسي كثير، اهلا وسهلا. خليني بس اتشكر هون مدام نبيله بزي لهالفرصه كثير حلوه. اوكي، وبتمنى لها توفيق وبتمنى لكم توفيق ونبقى نشوفكم بعدين. اهلا وسهلا، هاف ا جريت داي، ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بريك ومتابعة نو زابينج، خليكم معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعين بلقائنا الصباحي، وهلا رح نكون نحن وياكم تحديدا مع فقره كتار بينطروها، خاصه لما يكون في مفارقه او مغالطه بافكار معينه ما ممكن انه نكون عم نتخطاها بحياتنا الصحيه اليوميه. مين في غير ليال دبوس الهيلث كوتش او المدربه على الصحه المتكامله حتى تساعدنا نعرف شو نختار وناكل؟ صباح الخير. صباح الخير كيفك؟ كيف الاجواء ملقتي؟ اول شيء الاجواء على الطاوله ولا اروع من هيك وبتشهي كثير، يعني اللي ما عنده قابليه انه ياكل فواكه الصبح ياكل فاكهه اجباري. هاي كثير حلو اعرف هذا الشيء، يعني اليوم هيك حبيت انقل للمشاهدين هيك اجواء فرح والوان ونرجع شوي للطبيعه، اشياء هيك نسيناها ونسينا ناكلها من العجقه والفاست بيس لايف اللي بنكون عايشينها. صحيح. فهيك حبيت حضر سمودي اليوم انا وياكم على الهواء. اتس سمودي بوت،
يوجوالي نحن بنكون معودين مثل هيدا البوت اللي هون It's a boat أنا حكيت تكون بوت exactly تنغير شوي عن التقاليد هيك الكباية العادية حتى فينا نكون عم نعمل بول مثل هيدا هلأ رح نكون عم منحضر سو إذا بتحب نبلش نحضرها ونحكي شوي يلا أكيد خلينا بالبداية نقول لشو بحاجة حتى نحضر هالسمودي أوكي السمودي هي فيها آلاف من الريسيبيز أو الريسات إذا بدك بس أنا اليوم اخترت الأفوكا أوكي فيها تكون حبة أو نص حبة حسب الأشخاص اليوم عم بعمل لشخص أنا إذا بدك أو لاثنين الأفوكا موزة كاملة فينا نكون عم نحط سلايس زنجبيل جينجر واهم شيء نكون عم نحط الليفي جرين اللي هو السبانغ اوكي هيك تنكون عم ندمج فواكه وخضره بحب اقول انه السبانغ كثير مهم لانه فيه بروتين حتى وكالسيوم عالي السبانغ مع الفواكه يس استغربتها شوي ليكون هيك اذا بدك غذاء متكامل وجبه متكامله ما نكون عم ناخذ جوس وبعد شوي نحس بتعب او ما نكون اخذين للطاقه او الفيول اللي عايزينه بنكون عم نحط سبانغ او حيلا شيء ليف يعني هيك الورقه اللي بتكون فيها كثير كلوروفيل خضار مثل السلري مثل السبانغ مثل السلق هيك بنحط يعني بورشن صغيره بس تنزيد هيدا البروتين على السمودي نعم. هو عاده البروتين موجود بالخضار الخضراء اللي ورقتها خضراء اكثر اوكي او حتى يمكن يكون موجود بالجوز او باللوز 100% النوتس كثير مهم لانه فيهم بروتين حتى الاوتس الشوفان الصبح اذا حطيناهم بيكون عم ناخذ بروتين تما نكون عم اذا بدك نقفي هيك شيء غذائي نيوتريينت كثير مهم لجسمنا سو رح نبلش يس اكيد يلا لكن عم نحط هلا الافوكا افوكا وانا حاطه سلايس زنجبيل اوكي الزنجبيل الطبيعي اكيد الطبيعي الاخضر فينا نحن نبرشه مثل هيدا الزنجبيل اللي موجود قدامنا مزبوط نقدر نبرشه وفينا نقطعه كمان كرويات ونرجع صح مزبوط نحطه بالبلندر هلا انا السمودي هي مفضله عندي لانه غيرت لي حياتي وبحب دائما هيك اعطي تيبس للاشخاص تيكونوا عم يستفيدوا السمودي اليوم ليه مهمه لانه هيك شوي بتعطيك فيتامين ال هيدا الفيتامين يلي ما بيجي ريدي نقدر نبلعه ونحن بدنا نكون عم نهتم فيه ونعمل انفستمنت لنا كمان بيعطيك سبيس هيك تكوني عم تحضري شيء من عشية قبل ما تروحي تاني نهار على وظيفتك حتى الصبح هيك بتفيقي بعد 10 دقائق ماكسيموم يعني تكوني عم تحضري اشياء بهذه الطريقه بنكون عم نرجع لزمن اجدادنا بطريقة العيش مزبوط. بالأكل اللي كانوا معودين عليه لأنه وصلنا لمرحلة كله فاست فود وقصص معلبة صح. يعني صرنا حتى نحن معلبين exactly. أنا حبيت هيك نكون ما عم نخد القصص ترند اليوم لما نحكي عن الهيلث الهيلث كوتش هيك بيعطيك ثقافة ومعنى للإشياء اللي عم تخديها ما بدنا نلجأ للكويك فيكس منروح إذا بدك مندوب بالإشياء السريعة ما بنعرف من وين مصدرها جاية الهيلثي بدي أعرف اليوم شو يعني الصحة يعني ترجع هيك لكل شيء طبيعي فيرج يعني قليل كيميكلز من الأرض ما في مواد كيماوية قليل آلات ما في يكون منها ممكن أفضل ما في هيك بروسيست فود يكون فيت لآلات أو معلبة وغيرها نحن أو معرضة للأشعة لأنه في كتير قهوة أنواع قهوة جاهزة التحضير عم بتكون معرضة للأشعة ما رح أحكي شو ولكن ينتبهوا من هذا الموضوع أكيد يعني السمودي هلأ شوفي أنا رح حطيت أفوكا موز وشوي سبينتش رح حط حليب كوكونات حليب كوكونات ليال يس في جدلية حول هذا الموضوع أكتر بيقولوا أنه حليب الكوكونات بنصح وفي دراسات بتقول أنه لا بالعكس هو بيساعد أكتر على أنك تحرقه مزبوط الكوكونات هو it's a good fat نحن اليوم لما نسمع بالدهن مننقز شوي مننسى أنه في good fat و bad fat بجسمنا فالكوكونات هو فيه دهون مشبعة مش مشبعة دهون غير مشبعة اللي هي كتير صحية لصحة القلب للدم حتى إذا بدك الأشخاص اللي كتير بيستهلكوا الكول أنا بنصحهم يكونوا عم ياخدوا كوكونات ميلك أو مية الجوز الهند ليه لأنه بتعود عن الديهايدريشن حتى ترجع ترط بجسمك تعطيه المغنيسيوم والبوتاسيوم يلي انت فقدتيه من الشو من العرق من الكول او الاشياء المواد الكيماويه بتكون اخذتيها بنهارك نعم هلا نحن بدنا نخلط الموز مع مزبوط اول شيء والافوكا وشوي زنجبيل حطينا حليب جوز حليب جوز الهند اول شيء ما كترت انا الكميه كرمال تينطحنوا مزبوط سو رح بعد شوي
هلا ليالي هي... لازم يكونوا بهالسماكه ونحن فينا هذا اللي بدي احكيه انه في اشخاص حسب انه يعني best as to taste مثل ما بيقولوا أنا بفضلها تكون شوي كثيفة لأنه بدها تشبع بدها تعطيك الفايبر هي هيك فيها لأنه بتكون غير عن العصير عم تاخذي الفواكه أو الخضرة كاملة مش بحاجة أنك تشيلي منها فوائدها الكثيفة اللي فيها أنا بحبها تكون موجودة هيك بتاخذي وقتك الصبح إذا اليوم أنت موظف كتير مستعجل بتاخذها معك هيك مثل رفيق كومباني بتتخلص شوي من هاي العادات اللي ما بيفيق الواحد إلا مع كافيين وبصير فنجان يجر فنجان فبتاخديها هيك يمكن تقعد نص ساعة معك عم تشيكي إيميل عم تشوفي شو عندك اليوم أجندة عم تحضري مادة مثل بيا يعني بتكون عم بتسليك الصبح مش بس هيك ليال في شغلة كتير مهمة هيدا العادات السيئة اللي نحن تعودنا عليها أنه منقول أنه ما بوعى غير إذا أخذت كافيين ما بقدر أوعى غير إذا شربت فنجان القهوة هيدا عادات نحن ربينا عليها وتعودنا لها صارت من عاداتنا اليومية ولكن هون الفرق أنه لما بدك تغيري تروحي لحياة صحية أكتر أنك تعرفي شو تختاري وشو تاكلي مزبوط اكيد لانه هي مثل ما قلت تعودنا عليها حتى نيمنا الاشياء الانزيمز اللي صحيح. بدماغنا اللي هي بتفيقنا طبيعيا هالشيء شوي بيرجعنا لهي الصله او التواصل بيننا وبين جسمنا عظيم فخلينا نخلطها هلا صار فينا نزيد يعني فينا حتى نحط مي ما ضروري نكون عم نعقد الاشياء اذا ما عندنا كوكونات مع انه انا بحب اعمله بالبيت وكثير هين ما ضروري واحد يقول انه ايه سعره كثير غالي او ما فيني اشتريه او ما عندي اليوم فيك تعمليه من البرش الجوز الهند نعم وكثير هين ينعمل يعني فهيك بتكوني ريدي الصبح ما أنا عندك سموزي ليال بحق لي اخذها مره واحده بالنهار هلا هي هيدي السمودي مثل وجبه كامله الصبح لانه مثل ما قلنا فيها دهون صحيه فيها كاربس فيها بروتين فيها ناتس هيك اخذتي اذا بدك هذا الفيول اللي انت عايزتيه لنهارك اذا بدك تاخديها از جوس فيك يعني انا هول عملتهم على طريقه البلندينج سمودي مش ضروري يكون عم حط معصره وعم بعصر يعني كثير هينه شو في قدامنا هون اللي عم نشوفه بالكبايه اللون الاخضر الاخضر هو سيلري هو الكرافس كتير كتير صحة للجسم لأنه في كلوروفيل عالي ومعرف الكلوروفيل بيقوي لنا جهاز المناعة وبنقي السموم من الجسم exactly بنقي السموم من الجسم الكوكونات ميلك حكينا عنه قدي هو good for the heart للجسم كله حتى بيرجعنا الترطيب لجسمنا هون عند الشمندر مع التوت البري شكله بشهي هلا من دوق بدي دوق انا مش مندر مع التوت بتعرفي هولي طعمات يمكن نحن قوي علينا مش معودين ناكلهم مثل السالري والشمندر في ناس بتقول لك لا نو واي انا اكلهم كثير قوي ما بحبهم السمودي هون لما تحطي هيدي الاشياء بيضغى عليها طعمه الفواكه بتكون اقوى اوكي فهيك بتكوني انت اخذت الادفانتج والايجابيه من الموضوع انه بطلتي عم تستطعمي بالشيء اللي ما بتحبيه بس عم تفوتيه لجسمك 100% ومع الوقت شوي شوي بنصير نتعود على هيدي الطعمات بنصير نتعايش معها مزبوط يعني اليوم ما بدنا نحكي انه نحن عم نعمل اذا بدك ريجيم لجمعه او جمعتين الشخص بده حسب الدراسات من 3-6 اشهر تصيري عم تعمليه بدون ما عم بتفكري هو العادات مثل ما انت هلا عم تعملي صحيح. العادات السيئه المش واعيتي لها او ما عم بتفكري فيها 100% وحتى لما نعمل دايت كمان كتار بفكروا انه انا عملت دايت يعني انا رح اخسر وزن بطريقه سريعه حتى لو خسر بطريقه سريعه رح يردهم بطريقه بعد اسرع لما رح يوقف مزبوط هيدا الشيء الاشخاص بتفوت مثل بتصير سايكل دوامه ما عم يخلصوا منها لا نحن اليوم بدنا نرجع لعادات صحية وخلي هال 10% لما يكون عنا عرس لما يكون عنا هيك عبالنا نزعبر شوي بنعرف انه عنا 90% لود من الصحة مش خايفين على حالنا بقى هيدي الصويا بينز هون ليال اللي عم شوفها هيدي اللوبيا نوع مش الصويا بينز لا مش صويا بينز اوكي هيدا اللوبيا شو بتفيدنا نحن حتى فينا كمان نعصرها انا صراحه استعملتها اليوم للزينه اوكي بس هي اكيد اتس جود فيها بروتين فيك تكوني عم تاخديها ميل كوجبه غدا لانه انا اليوم بنصح ندخل اشياء نباتيه اكثر بغذائنا يعني نكون عم ناخذ 3 بروتين نباتي عندك فيك تعملي هيدا نوع اللوبيا اللي بتختلف عن غيرها طبعا فهلا الصبح انه اكيد واحد بيكون مستعجل ما راح يكون عم يعمل هالديكوريشن بس هيدي حلوه بالويك اند اذا بدك تعملي ابجريد لل 100% او اذا بدك تعملي سربريز او تحضري شيء 100% الصبح انه حلو الاولاد تجمعيهم تعوديهم على عادات نحن كنا نعيشها يعني انا بعتبر حالي كنت اكل صحي
هلا ما عم شوف الاولاد عم ياكلوا ابدا صحي وملهيين كل الوقت قاعدين على البلاي ستيشن قاعدين على التلفزيون صاروا صح يعني مبرمجين اذا بدك على نظام معين للاسف انه كثير الكترونكس والديفايسز عم ياخذوا من وقتهم حتى لما نروح مع بيروحوا مع اهلهم على السوبر ماركت ليعملوا شوبينج دغري بيلجأوا للاشياء البروسيسد والكيميائيه بوقت انه فيهم الاهل يكونوا عم ياخذون اليوم عملوا شيء حلو بالمدرسه اوكي اتس تايم تنروح ننقي فروتس بكره عندنا سمودي الصبح نعمل جو هيك كرياتيفيتي بيصيروا الاولاد يفوتوا معنا يحضروا ينبسطوا بالالوان نعرفهم ليش عم ناكل هيك حلو اليوم وقد الالوان بتاثر على النفسيه كمان اكيد سايكولوجي اوف كولرز كثير كثير مهم يعني بتعطي هيدي الايجابيه والطاقه كمان بنفس صح الوقت مزبوط التين ليال عم نحطه معهم هلا اكيد فينا نحن نحط انواع الفواكه اللي بنحبها اكيد اتس اب تو تيست فينا نكون عم نخترع هيك اشياء مهضومه انا بحب مثلا احط هيك رشه كاكاو لانه كاكاو كمان جود فاتس لازم نكون عم ناخذه واهم شيء نجيبه بلا سكر في انواع كاكاو بقلب السوبر ماركت دخلها سكر مزبوط هون اهميه نكون عم نقرا الليبلز يعني مش كل شيء مكتوب عليه لايت اور دايت يعني بيعني صحي بدنا نكون عم نقرا انه قد ايه في مهدرجات وهالمواد اللي عم تكون لما يكون في مواد مهدرجه او ويل ادروجينات داخل على البرودكت هذا بننتبهوا كمان هيدا ممكن تؤدي مع الوقت لون ترم للكانسر يعني اكيد مزبوط هلا كل الدراسات عم بتشدد على هيدا الشيء هون حطيت هيك بينش اوف هيمالايان سولت لانه الهيمالايان سولت از جود لانه فيه مينرالز ما بيكون موجود بالاكل فيه ملح الهيمالايا صح وين بدنا نجيبه موجود بالشوبس وهيك اورجانيك شوبس بيكون خشن ولونه زهر ونفس الطعم تبع الملح العادي طيب حتى بتحسيه اقوى منك بحاجه ترشي على الاكل كثير وفيه 80 معدن خاص فيه مش موجود بغير قصص وحتى ما انه كثير مالح ليال هلا يعني هي اللي لانها كريستال بتحسيها يمكن. مش باودر بالعكس انا بحسها قويه يعني بحط شوي كريستلز بكفي بس طعمتها طيبه يعني سو هون انا رح استعمل فيك تحط قد ايه بنعرف انه البيريز هن مهمين انتي اوكسيدنتس الزعرور انا اخترت زعرور اليوم لانه في اشخاص كثير بيقولوا لي انه ليه بدنا نجيب فريش بلو بيري او راسبيري اول شيء غاليين تاني شيء ما لون فريش ما هون حق سو بنرجع نحن لطبيعتنا موجود عندنا هلا زعرور عندنا نحن مشهورين بالزعرور صح عندنا عناب شوي هيك نسال اصحابنا اذا نحن مش عايشين بالطبيعه نطلع نشوف نجيب من عندهم نستكشف صح نستكشف الطبيعه حتى بالنتيجه نحن كمان من هالطبيعه مزبوط نحن من هالطبيعه وكثير ناقصنا فيتامين ال مثل ما قلت ما حدا رح يقدم لنا اياه اذا ما نحن كنا عم نهتم فيه والفيتامين ال يعني ما بنلاقيه هو مكمل غذائي باي نوع او باي انواع حبوب موجوده بالصيدليه بالعكس نحن بدنا نكون عم نعمله كالتيفيشن جواتنا يعني حكينا قبل عن الجوي هديك الحلقه وحكينا قبل عن البايو انديفيديواليتي هون بدي كمان احكي انه نحن عم نعمل شيء عام هلا كل شخص يمكن عنده حاله خاصه يمكن بيتضايق الصبح اشخاص اذا اخذوا خضره فعندهم انه حالات بنكون عم نشوف عم في على طول في بدائل يعني صحيح. الواحد ما يعمل بلوك يقول انا ما فيني اكل صحي لا دائما في بدائل تكون واحد عم ياكل صحي حسب حالته الصحيه والطبيه نعم على كل حال نحن عم نعطي كل مره تبس معين بيتعلق بموضوع وبحاله صحيه يعني اليوم اللي منه قادر ياخذ فواكه الاسبوع القادم بركي بنعطيه نحن كمان هيك تب جديد حتى شو ياخذ على الصبح يس واي نوت اكيد انا استعملت هون شيا سيدز فيك تستعملي هيم سيدز كمان شيا سيدز انتي اوكسيدنت اتس جود فيو شوي بروتين كمان اتس جود فور ذا ايز كتير في هذا عالم اذا بدك بذور والناتس هو عالم بذر الشيا كمان بدنا نقعد نقي مضبوط وشو بدنا نختار يعني يمكن في اماكن متخصصه لهذا لهالانواع وهالمنتجات صح في شوبس معينه يعني. لازم طبعاً. نعرف لوين نروح مضبوط فهون لازم على طول نكون عم نعرف وين شو بدنا نقصد او نعرف شو بدنا نضيف بعد على السموثي اللي حضرناه نحن اليوم فينا نكون عم نقص فواكه لوز مثلا ولا لوز لا بيلبق معهم بتعرفي انا كثير بحب استعمل هول اليوتنسلز الاشياء القديمه اوكي اذا بدك اذا بدك انا ما بنعمل شويه لوز هيك يعني هيك بتحنوا مزبوط صح بعتقد انه قويه هيدي اناف هون كسرت عم جرب يعني انا هلا عم جرب ليال لا حلو بتعرفي انا بحب هيدي الطبيعيه والعجقه بالمطبخ كل شيء هيك يكون فريش وطازه قدامك وتخترع يعني انا ياما بكون عم حضر طبق بيطلع من هول رواسب الاطباق بنقول ليه بدي كبهم لا بخترع شيء فيهم
سوري على الصوت، أنا عم يعني هيك حرركني لك المسلز اليوم. ايه مش مشكلة، جربت كسرتهم قد ما في، ما بعرف شو في ليال إذا بعد بدك تكسر فيهم. ثانك يو، لا بيرفكت اتس فاين. يس هلا بنشربي كوكونات ميلك لأنه كمان بيساعد بغزل المسلز بيرخيهم حتى بعد السبور. كثير ريكومندد يكون واحد على الكوكونات ميلك لحاله. يس نعم اوكي. الافوكا مثل ما نحن قلنا انه استعملنا نص حبه صح، مع تقريبا موزه كامله. بتعرفي انا ما كتير بشدد على الكميه، لما تكوني عم تاكلي كواليتي ما كتير انا ما بهتم بالكالوريز، يعني اليوم كلي جات فواكه ما بعرف كم كالوري، احسن ما تكوني عم تاخدي شيء كيماوي فيه 2 كالوريز. يعني شوي بدنا نفكر اليوم بهيدا العقليه اللي بتقلنا كالوريز بتحطنا هيك بتحدنا بوقت نحن نفهم الاشياء الخلفيه من بعد. انا مش معقول كون معك بالمطبخ ليال وما جرب ذوق اللي حضرتي. يلا والله. يعني بالبدايه هون شو محضره قبل هذا البوت الأكبر. البوت الشهير تايتانيك بوت. هون انا بحب كثير دخل الوان، حطيت شوي شمندر بيتس من العصير اللي طلع من الشمندر بقى هول الريزيديو منه. نعم. حطيتهم مع توت بري وشوي كمان من هول البيريز من الزعرور. فطلع عندي، حطيت خوخه كمان، طلع عندي هيدا اللون. كثير بحب الالوان انا. بما انه نحن شفنا على الهوا هيدا اللون، انا رح جرب شيل من هون وذوق هيدا اللون هيك حتى يشوفوا المشاهدين لونهم كيف. رح جرب شيل من محل ما يكون فيه بذر. شو قلتي لي؟ الشيا. الشيا اوكي، هيدا هو اللون، ما بعرف اذا عم بيشوفوه بس بدي ذوق الطعم، يعذروني. صحتين. ما بتحسي؟ حسيتي بشمندر؟ أبداً. حسيتي بشي انت هيك شوي قوي قوي؟ بالعكس، يطلع معك بلند عن جد اكزوتيك خاص فيك. بتحسي يعني عم تاخدي خلطه كيف الواحد بياكل كوكتيل. صح، نفس الطعمه بس الفرق انه بتحسي في انجريدينتس ما عم تعرفي شو هن. صح، طعم غريب جديد عليك. مزبوط، وكثير طيب بنفس الوقت ليال. هيدي لقلي. صحتين. اكيد خلص حجزناها لبيا اليوم. مرسي لك ليال، هيلث كوتش مدربه على الصحه المتكامله، دائما هيك بتعطينا نصايح بتتعلق بصحتنا حتى نعرف شو نختار. واهم نقطه انه نعيش حياه صحيه، يعني هيلث لايف يوميه حتى بنفس الوقت نطلع من شيء اسمه دايت بتوين براكتس. على طول حاصرين حالنا بهذا الموضوع. صح، لازم اعمل دايت بس لا نتخلص من هالفكرة لوحده. جسمنا رح يطرد سموم، رح نخسر وزن. صح، رح نرجع نعمل بالانس 100%. ثانك يو كثير، انا كثير انبسطت بهي الصبحيه وان شاء الله يكونوا استفادوا اليوم مشاهدين منا. ميرسي لك ليال. ثانك يو فيا. مشاهدينا رح نروح احنا وياكم لفاصل اعلان وبنرجع. مشاهدينا برحب فيكم من جديد بختام حلقتنا لليوم، بختام فقراتنا منروح للإرث الفني الثقافي اللي تركه جبران خليل جبران، هالاسم يلي بيتخطى أي لقب، بيتخطى أي لقب فني آخر لحتى يكون بمثابة العالمية، يكون صورة للبنان المنتشر دائما. لجنة جبران خليل جبران الوطنية دائما عم تسعى لنشر ثقافة هالإرث، للحفاظ كمان على كل ما تركه جبران من فن بعالم الرسم، بعالم الكلمة، بعالم الأدب، بهالمخيلة يلي عمل منها فلسفة خاصة ما بتشبه غيرها. اليوم رح نحكي عن دعوة من جمعية أصدقاء الموسيقى بطرطوس بتعاون مع مجلس المدينة بطرطوس وبدعم من فعاليات اقتصادية وسياحية بطرطوس. جرى تنظيم مهرجان الرسام والأديب والشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران على مدى 3 أيام من 9 إلى 11 آب يلي ضمن أنشطة عديدة رح نحكي بتفاصيلها. بصيرنا استضيف معي بالستوديو رئيس لجنة جبران خليل جبران الوطنية السيد جوزيف فنيانو. الصباح الخير. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بهالصبحية. كما أنه بصيرنا استضيف معي بالستوديو الإعلامي وشاعر محمد البندري اللي كان مشارك كمان أيضا بهالنشاط. صباح الخير. أحلى صباح لإلك ولمشاهدين ولك كمان استاذ. شرفتنا بهالصبحيه. استاذ محمد اسمح لي انطلق مع استاذ جوزيف بالبدايه، ببدايه لقائنا. استاذ جوزيف رح انطلق من الرساله اللي ارسلتها للجهه المنظمه بطرطوس لهالتاكيد على الحفاظ على ارث جبران خليل جبران، على هالثقافه اللي دائما عم تحرصوا على نشرة. خبرنا بالبداية قد ايه اللجنة حريصة على هالموضوع ومن أي نقطة
رحتوا لتم إرسال هالرسالة ولحرصكم دائما على إيصال جبران لكل الناس يلي هو أساسا واصل وأنتم عم تحرصوا على وجوده الدائم. مثل ما بنعرف إنه جبران انطلق من بشري وراح صوب العالم وجاب العالم كله معه كمان رجع رده على لبنان. نعم. ونحن كلجنة جبران الوطنية يلي حريصين على إرث جبران وفكره ونتاجه الفني والأدبي والتصوير واللوحات ضامنين إنه كل إنسان أو كل حدا أو جمعية بالعالم بتكون عم تكرم هالإنسان نحن بنكون ضامنين ونشكرها من كل قلبنا. بهالمناسبة بدي وجه شكر لجمعية الموسيقى بطرطوس يلي بقيادة الرئيسة المهندس والفنان بشر عيسى ولمدامته كمان لعلى هالشي اللي عملوه بطرطوس. الحقيقة كان شيء رائع ولكل المبدعين يلي شاركوا هونيك وأكيد بخص بالشكر الأستاذ محمد لأنه كان موجود هونيك. ونحن أنا أرسلت رسالة بس رسالة دعم وتمني بالنجاح للعمل اللي عملوه وصار هو كان أكبر من مهرجان الحقيقة وبشكره الأستاذ بشر لأنه رجع رد على الرسالة برسالة تانية. نعم. نحن حريصين على هالشي يعني تنقول أنه نحن ضامنين أنه فكر جبران يرجع يضم العالم كله سوا خصوصي شو بالأحرى إن كان بسوريا جارتنا والعمل اللي نعمل هونيك عمل كتير رائع كتير مشرف كتير رائع. طبعا رح نحكي بالتفاصيل. على كل حال أستاذ محمد لما نحكي من المنحة الثقافي الفني الأدبي هالقيمة الأدبية هالقيمة الفنية المضافة جبران خليل جبران ومن موقعك كإعلامي وكشاعر أيضا كيف تقيم اليوم يعني هل التجربة الجبرانية خلينا نقول اللي عن جد كان لها بصمتها وكيف قدرتوا ترجموها من خلال هالاستعراض الثقافي يلي صار بطرطوس من 9 ولا 11 أب؟ رح أقول لك قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن هذا الجانب بدي واجه تحية للأستاذ بشر عيسى ولجمعية أصدقاء الموسيقى بطرطوس على هيدي المبادرة اللي قاموا فيها أكيد بالتنسيق وبمشاركة جمعيات الأهلية والمدنية بالمدينة. ولكن أنا بدي أقول هون أنه هذه المبادرة اللي أطلقتها جمعية أصدقاء الموسيقى في طرطوس أكثر من مبادرة وطنية لأنه هذه المبادرة نحن كنا جديرين فيها أو بالأحرى كان مسؤولي عنا الدولة اللبنانية أن تقوم بهيك مبادرة لأنه شخصية مثل جبران واسم مثل جبران مفترض أنه مش يكون له شارع 300 متر بلبنان لازم يكون في له أوتستراد ما بيخلص ولازم يكون له أرزي باسمه لأنه هو جبران رمز للبنان ورمز للأدب بالشرق طبعا ما فينا ننكر الجهود اللي دائما عم تنحط لما نكون كمان ظالمين بحق هالموضوع انت شو قول انه نحن ظالمين ولكن انا بدي ولكن اقول شو ما عملنا من ضل مقصرين مع جبران خليل جبران بالضبط انه هذه المبادرة اللي اجت من جمعية تقريبا محدودة الفعالية او محدودة الماديات تقوم بهيك عمل كبير. نعم. هذا عمل انا بقول بشوفه يعني بمثابة انه عمل لازم تقوم فيه دولة مش انه جمعية. فهذا الشيء اللي صار بطرطوس شيء كبير بنرجع بنشكره عليه وكمان بوجه تحية كبيرة للأستاذ والشاعر الصديق حسن بعيتي اللي كان من المنظمين والمستشارين بهذه الجمعية. نعم. رح ارجع توقف بعد شوي معك لحتى نحكي عن تفاصيل شو صار بها ثلاثة أيام. أكيد حنفوت بالتفاصيل أكثر بس ولكن بدي أقول أنه هذا المهرجان أو هو عبارة عن مؤتمر مش بس مهرجان جبران خليل جبران الشاعر والفيلسوف امتد كما ذكرت لمدة 3 أيام كان في مشاركين حوالي تقريبا 60 لوحة فنية لفنانين من سوريا ولبنان كانوا مشاركين كمان في من أهم اللوحات اللي شفتها أنا تقريبا أكيد في نسب متفاوتة باللوحات وتم عرضها بقاعة القلعة الأثرية أو البحرية بمدينة طرطوس. نعم. أكيد إذا بدك نفوت تفاصيل أكثر رح نحكي بالتفاصيل بعد شوي. على كل حال شو صار خلال هالثلاث أيام أستاذ جوزيف لما نحكي عن إرث جبران العالمي لما نحكي عن فلسفة وفكر جبران كمان يلي مع كل يلي نقال وانكتب ونرسم ونوضع من قبل يجوز اليوم وكأنه جبران
كان هالقد قادر يقشع لقدام، كان قادر المتنبي يلي قدر يجسده يقدر يتطلع ويشوف شو عم بيصير اليوم. قد ايه مهم هالارث يلي بيعكس وبيكون مراية لعالمنا ولواقعنا ولمجتمعنا اليوم. صحيح، وهون بدي اكد على شغله، انه ما حدا من الفلاسفه العالميين حب مسقط راسه قد جبران. جبران طلع من بشري وحمل كل تاريخها وحمل كل طبيعتها وحمل كل مكونات بشري معه وراح طفل على امريكا، وهل كل شيء هذا الاشياء هالفصول الاربعه تبع بشري يعني بحياه بشري الكامله جسدت كلها بفكره وبكتبه بلوحاته لجبران. يعني جبران حط بشري على مستوى مدينه عالميه، كمان حط لبنان كله على مستوى العالم واللي صار اسمه بلد جبران. من هيك بتحس انه اللجنه، لجنه جبران، انه هي بدها تكون قد ما فيها تظهر هالشيء وبالعالم كله. من هيك اللجنه السابقه برئاسه الدكتور طارق شديان، نعم، كان عندها انه يطلعوا لوحات جبران على يزوروا العالم، ومنهم كان زرنا استراليا وزرنا البرازيل وزرنا الدول العربيه منهم قطر والشارقه. كمان نحن هلا بلجنه جبران، كمان لانه نجح المعرض باستراليا كثير كان بسيدني، هلا كمان لوحات جبران بدهم يطلعوا من هلا لتشرين اذا الله راد بدهم يطلعوا على مالبرن كمان لزياره لمده 3 اشهر. يعني تتشوف انه العالم كله تواق تيشوف جبران. ما ننسى انه كمان جبران فات على الصين، الكتاب النبي تبع جبران مترجم ل 105 لغات. صحيح. مع عندنا 52 نسخه عالمية موجودة بالمتحف. يعني وكمان ما ننسى انه كمان المتحف بيضم كل لوحات جبران الزيتية والمائية والفحمية، كمان في اللوحات تبع كتاب النبي يلي هن 16 لوحة موجودين بالمتحف. تنا ننسى شغلة انه لجنة جبران هي تملك المتحف والمعهد الموسيقي والمكتب الوطنية تبع باسم جبران، يلي تابعين لجبران، تابعين لجبران. نعم. ومنهم عم ينطلق يعني جبران، نحن عم نرجع قد ما فينا نحول فكره وثقافته وألوانه كلها نجيبه من العالم للبنان. نعم. يعني هلا صار بدنا نعمل الرجعة، لأنه جبران الحقيقة يعني هو معروف عالميا، ما بدنا حنا نعطيه دعاية، ولكن نحن بلبنان لازم نزخر أكثر ونزخر لبنان بطلابه بالفكر والثقافة والفن الجبراني، وهذا يلي عم نعمله هلا إذا الله راد وعم ندعي عليه. ونحن بالمناسبة ب 14-15-16 أيلول عندنا مهرجان فني هلا بنحكي عنه. نعم هلا بنحكي عنه بالتفصيل. محمد خبرني شوي اكثر، شو صار خلال هالثلاث ايام؟ ذكرت المشاركه ان كان من لبنان ومن سوريا من فنانين كانوا مشاركين، وخبرني الارث كيف انعرض، باي طريقه، كيف تم الاضاءه على ارث جبران خليل جبران من خلال لوحات، من خلال الكتب، من خلال الارث الفني والفلسفي. خبرني اكثر شو صار بموضوع اللوحات. توزعت اللوحات مثل ما ذكرت بالقاعة الخارجية أو بمدخل القلعة البحرية الأثرية اللي بمدينة طرطوس، وتوزعت بشكل كأنه معرض مثل أي معرض آخر يعرض. كما ذكرت كمان أنه كان في تفاوت بنسبة اللوحات وبنسبة الإضاءة كانت جيدة. بس ولكن بدي فوت أكثر على الموضوع الثاني اللي هو المهرجان والمؤتمر او المحاضرات اللي نعم صارت. نعم المشاركين يلي كانوا، مين كان موجود؟ من لبنان كنت انا كضيف شرف ومشارك ومحاضر بهذا المهرجان، وكان في كمان صديق جون داي اللي كان كمان قدم محاضره مهمه، كانت تقريبا محاضرته عن ادب جبران السياسي. نعم. باليوم الثاني أنا طلعت باليوم الثاني، يعني النهار الافتتاح ما حضرته، طلعت نهار الجمعة، النهار السبت كانت مشاركتي أنا وزميلي كمان الشاعر حسن بعيتي اللي قدم قراءات شعرية من شعر جبران، وتحديداً قصيدة المواكب لجبران، وقدم شعر كمان إهداء منه لهذا المهرجان. أنا قدمت محاضرة خلال زيارة جبران إلى باريس، مذكرات يوسف الحويك وذكريات يوسف الحويك مع جبران بين 1909 و 1910، واللي جمعتهم إدفيك جريديني شيبوب
بكتاب اسمه جبران والحويك في باريس. كتير كتاب شيق بيحكي تفاصيل التفاصيل شو كان يصير مع جبران والحويك، حتى يعني إذا بده يدخن سيجارة كان يشرح طريقة الدخنة كيف عم تطلع لهالدرجة، كان في دقة بالوصف. كتاب كتير مهم، أنا عملت قراءة بهذا الكتاب وأكيد استخلصت منه مجموعة عبر ومجموعة مواقف أخذتها اللي أطلق جبران منها، موقفه تجاه الشرق، منها رحلته من باريس إلى لندن برفقة أمين الريحاني، وقت اللي زار أمين الريحاني باريس واستأجر جبران حصانه مع طنبر كزروا بشوارع باريس، بعد منها طلع على قعد شهر كامل جبران بلندن هو أمين الريحاني، وبعدين رجع إلى باريس. هون أكثر إذا بدنا نحكي بدنا نفصل أكثر عن علاقة يوسف الحويك، يوسف سعد الله الحويك، وجبران خليل جبران. والمفارقة أنه اثنيناتهم مواليد نفس العام نفس السنة، ودرسوا مع بعض بمدرسة الحكمة، وكانوا أصدقاء يمكن على مقعد واحد. فكان المحور اللي تناولته من هالمنطلق عن هالعلاقة عن هالمرحلة من حياة جبران، إضافي أنه هيدا الموضوع تحديدا رحلة جبران وعلاقة جبران بين 1909 و 1910 هو يوسف الحويك بباريس، كان هذا المحور الرئيسي. بعدين قدمت قراءات شعرية كمان من عندي أنا إهداء للمؤتمر وللمهرجان اللي صار. تقريبا هذه كانت مشاركتي أنا. إذا ما نفوت أكثر بتفصيل أكثر عن هذه المشاركة، عن رحلة جبران إلى باريس، عن سعد الله، عن يوسف سعد الله الحويك ووجوده إلى جانب جبران بباريس، كانت تقريبا ممكن ناخذ عنا حلقات وناخذ عنا أكثر من محاضرة طبعا أكثر من مكان نتوقف، بس ولكن أنا أكثر ما استوقفني فيها أنه جبران وعلاقته مع يوسف الحويك. عم نشوف صور على كل حال من النشاط اللي صار، هيدي الصور الموجودة حاليا هذه أثناء المحاضرة. كان في اليوم الثاني من بعد المحاضرة الأولى كان في وقفة سهرة موسيقية لمجموعة عبق الموسيقية، كانت كتير حلوة. شوف الحضور، ما شاء الله الحضور كان رائع، كان أكثر من رائع. عادة بتعرف الموسيقى أنت بتجمع يعني، وخصوصا إذا كان في طرب، وكانت كل سهرة موسيقية كانت تبلش تقريبا على الساعة 8، يبلشوا بداية السهرة الموسيقية بغناء من كلمات جبران خليل جبران. وكان في يكون في أوركسترا رائع يعني. نعم استاذ جوزيف، أديها الرمزية كمان بطرطوس من بعد كمان ما كل المنطقة العربية هيك تمر بأزمات، ناخد متنفس ثقافي ونرجع نضوي على جبران بمناطقنا يلي موجوعة بمكان ما. أدي هذه خطوة مهمة، أدي كمان لغة الحوار الثقافي، لغة الفن يلي دائما أصر جبران أنه ينشرها وين مكان، كانت مهمة مع هالخطوة كمان بطرطوس من 9 إلى 11 آب. صحيح، وهذا الشيء يلي بيميز جبران عن غيره أنه كلماته كل كتاباته كل كان مش أنه فيلسوف وكاتب وأديب، كمان كان مصلح اجتماعي مهم. يعني بتحس كل النصوص يلي بتعبر عن وجع المجتمع، عن ألمه، عن انتفاضاته، كان ثورجي زلمة، كان يعني بدنا نحكيه بالصراحة. هلا مثلا بالأرواح المتمردة فصل يلي خليل كافر، هالمسرحية هو كتبها. يعني بتحس الطلاب الجامعيين، أنا أجاني هلا مؤخرا أنه في دكتور اسمه طلال درجاني بالجامعة اللبنانية صار عاملين النص 13 مرة، عاملين له سيناريو ومقدمينه على مسرح الكلية، وبرضه كل مرة بأسلوب يعني جديد. هذا المميز بجبران، دائما يعني جانب آخر نقدر نطلع له بأدبه وبفنه. بتحس أنه كمان كتبه أنه مش أنه بس أنه كتاب عم يعمل صور أو رمزيات أو شغل، زلمة ثورجي. نعم، على كل حال الله خليكم بهالهمة لحتى دائما يبقى للفن للثقافة عنوان، إن كان من خلال لجنة جبران خليل جبران اللي بترأسها حضرتك سيد جوزيف نيين، وشرفتنا بها الصبحية الشاعر والإعلامي محمد بندر. شكرا لوجودك كمان معنا، إن شاء الله دائما بهالثورات الثقافية والفنية منلتقى إن شاء الله دائما. أنا بالخير. بشكرك كمان وبشكر أستاذ جوزيف، يعني ياريت لو كان معنا وقت أكتر لحتى نحكي أكتر عن جبران، لأنه طبعاً كلمتين أو نص ساعة ممكن ما بيوفوا وقته. على أمل اللقاء القريب طبعاً. شكرا لحضرتكم، بتمنى لكم نهار حلو. أهلا وسهلا يا هلا مشاهدينا، أنا بشكر متابعتكم، لقاءنا وصل لختامه، بعيد الكل بعيد سيد
السيدة، عسى يكون خير على الجميع يا رب، واللقاء بيتجدد دائما عبر أحلى صباح. وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم، أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.